بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله عز وجل بناء على اقتراح الشيخ محمد ربنا يحفظه ويبارك فيه، إن شاء الله نعمل زي مسابقات كده، أسئلة وأجوبة في أبواب الفقه باب باب. فقلنا نبدأ كده من بداية أبواب الفقه في البداية باب الطهارة. الشيخ محمد ربنا يبارك فيه هيسأل مثلا أسئلة بسيطة كده، يعني زي إن إحنا بنسترجع ونستذكر المعلومات مع بعض، واللي إن شاء الله يكون عنده إجابة يتفضل يجاوب بإذن الله. الشيخ محمد تحب نجيب كتاب بحيث نمشي بالترتيب ولا تسأل من الذاكرة؟ كما تحب، يعني لو الفقه الميسر اللي هو الفقه الميسر ده، أنا قصدي وده لو بحيث في حاجة مفيش حاجة مخالفة. مثلا تقع مننا في النص، أنت فاهم القصد؟ اه يعني انت ايوه لما هتجيب ايوه من الذاكره في مسائل مش هتيجي هتنساها او كده، مش هتيجي كلها فعلا. انما يكون الكتاب معايا خلاص بجيب صفحه صفحه فبشوف ايه المسائل اللي ممكن تيجي. خلاص، هو الكتاب الفقه الميسر، لان ده عارف زي ايه، كلمة ودليلها وخلص الموضوع. تمام جميل. هو معاك طيب ولا اجيبه انا؟ لا عادي، ممكن تسأل على أساسه كمان، على ما انا أساس فاهم انا قدامك فاهم، أنت يعني هتقدر قصدي هو إيه. معاك انت هتفتح وتسأل منه ولا اجيبه انا؟ لا الوقت أنا ما معيش طيب جهاز تاني أشتغل عليه. بسم الله انا هجيبه كده من على النت دلوقتي، بس انا معايا كتب تانية بس الكتاب ده انا مش معايا. لا شوف، لو عندك كتاب برضو أيسر، كتاب كذا، ما في مشكلة. طيب اجيب الكتاب اللي معايا كده نبدأ بيه. هقول لحضرتك الفصل وشوف حضرتك كده تحب تسأل فيه في ايه. هو هيبدأ كتاب وبعدين باب على طول، كتاب الطهارة، باب كذا، باب المياه، باب كذا، باب كذا، لازم يبدأ كده. اخوانا برضو، انتوا لو محدش يتحرج انه يجاوب، اللي عارف معلومة يقولها في نفس الوقت، حتى لو عايز يجيب مثلا مسألة معينة كذا كذا في نفس المسألة اللي احنا نتكلم فيها كتاب الطهارة، ما فيش أي مشكلة، بحيث ايه يبقى المعلومة واصلة من كل جهة. يعني البداية شيخ محمد أول حاجة بيتكلم عن أنواع المياه. أحسن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، ما الفارق بين أنواع المياه وأقسام المياه؟ أو ما هي أنواع المياه وما هي أقسام المياه؟ الأقسام مش عارف، بس تقريبا أنواع المياه اللي هو الماء الجاري والماء الراكد، مش عارف صح ولا لأ. جميل، انت جبت يعني نبذة كده طرف. طيب اقسام المياه اللي هي بتنقسم الى ثلاثة: ماء طهور، ماء نجس، ماء طاهر. خلاص. طيب انواع المياه: الماء اللي نزل من السماء وانزلنا من السماء ماء طهورة. خلاص. الماء اللي نبع هو الطهور ماؤه الحل ميتته، اللي هو ماء البحر وماء الأنهار وماء الآبار كما ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماء السيول. دي أنواع المياه. أما أقسامها: طهور وطاهر ونجس. الفرق إيه؟ بسيط يعني، واصلة دي تمام يا جماعة معايا؟ ما فيش أي مشكلة. تمام معاك يا لا شيخ معاك يا محمد. شيخ محمد يا سامع. ماشي، كمل انت يا شيخنا. قول. طيب بعد كده بيقول لحضرتك، بيقول لحضرتك ايه هو الماء النجس وازاي طيب تتطهر منه، يعني ايه نجاسة اصلا ويعني ايه ماء نجس وايه قصته الموضوع ده. جميل. الماء النجس
هو كان اصلا في الاصل مائي. لا استنى يا شيخ ماء، محمد، استنى بس، هو انا بسألك اتفضل. انت؟ اه سوري، انا بحسب بتقول اشرح، معلش. انا يا اسف، مولانا في ايه؟ انا اسف، معلش. طيب الماء يلا النجس جماعة، تقريبا، الماء النجس هو اللي اتغير طعمه او ريحته او لونه، صح؟ جميل تمام. يا جميل. وكان بادي السؤال ايه؟ وازاي نتطهر منه؟ لا ما اعرفش. طب ما فيش الا اخونا اللي بيجاوب، ما فيش حد تاني؟ في الأستاذ محمد ماهر لسه مشرفنا بالدخول، اتفضل يا أستاذ السلام محمد. عليكم، أنا راجع أجاوب عليك. ورحمة الله بارك وبركاته. فيك. تفضل يا استاذ محمد. طب بصوا يا جماعة، واحنا بنتكلم بسمعك. عادي، اللي عايز يدور على الإجابة على النت عادي، مش مشكلة يعني، الموضوع سهل ايوه، ما انا كنت عايز اقول يعني. احنا بس اقترح عليك. عايزين نعرف المعلومة، تعرفها من على النت من أي مجال، مش مشكلة. احنا الفكرة عندنا إن احنا نعرف المعلومة بغض النظر عن مصدرها يعني. تحكي على سؤال الماء النجس ولا؟ احنا عايزين نتكلم ازاي بنتطهر منه، من النجاسة دي. ما فهمتك. هو تقول سمعت قال ما زليب بتعريف الماء النجس او كيف تتطهر منه لا ولا؟ هو دلوقتي خلاص احنا اتفقنا ان في ماء نجس، وقلنا ايه النجاسة اللي فيه. بنقول بقى طب واحد وقع عليه الماء اللي فيه نجاسة، يتطهر منه ازاي؟ يستخدم ماء طاهر جميل مطهر. تمام. جميل، طيب بالنسبة للملابس، يعني النجاسة دي جت على ملابسه، يعني مثلا ماشي في الشارع اتزحلق مثلا في الطين، فالطين جه على هدومه وهدومه اتوسخت وجزمته اتوسخت وكده. او القي عليه ماء من مواسير صرف او اي شيء وقعت على الماء. هو الاصل فهمه ان يكون الاصل في الحاجات هي رشاش المطر والطين انها طاهرات ولا؟ لا الطين مش طاهر، لا الماء اللي طاهر اللي لازم مطر، انما الطين لا. حسنا هقول لحضرتك على حاجه، مش كل نجاسه عندنا معناها ان هي تمنع الصلاه، ان في ناس بتخلط بين الامرين. اما اقول له انت في نجاسه عليك معناه انا بقول له ما تصليش، لا مش معناه كده ولا حاجه. فواحد هي وقع في الطين هدومه ينفع يصلي بيها؟ ينفع يصلي، ينفع لأن هي من يعفى عنه ولا؟ ينفع يصلي مفيش مشكله، ولكن عليه نجاسه عليه. فهي خلاص، بس تمام. الامرين ان ما احنا يختلطوش مثلا ببعض. نغسلها او بماء دافي، جميل الله يفتح عليك. بالظبط، نغسلها ازاي؟ بماء جافي، او تفتح عليها مثلا ميه ماشيه او ميه جافيه الله تحت يفتح عليك. حنفيه، اي يبقى احنا حاجه. بنغسلها بماء يكون ماء طهور او ماء طاهر. يبقى الفكرة النجاسة دي ان احنا بنحاول نشيلها، لو حاجة موجودة بنشيلها، او لو وساخة بننضفها بالمية او الصابون او اي حاجة من الامور دي. طيب لو انا دلوقتي يا استاذة بسمة، معلش يا شيخ محمد والله انا بتكلم، انا اسف معلش. يا اخي اتقي الله بقى، ما اقول يا عم. الله يكرمك يا رب. احنا عندنا ماء اسمه طهور وماء اسمه طاهر. الماء الطاهر ده، الماء الطهور ده اللي هو ميه زي ما هي، زي اللي نزل من الحنفيه، اللي نزل من المطار او كده. الطهور ده ميه اختلط بيها حاجه، يعني ميه بصابون، ميه ببرسيل، لا ميه ما العكس، اعرفش ايه وكده. العكس يا شيخ، يا شيخ الطاهر اللي هو فيه العكس، اختلاط، العكس العكس. لا اختلاط، انما الاثنين الطهور هو الايه اللي باقي على اصل خلقته. ايوه، ما هو الطهور اللي زي ما هو، انا قلت العكس او معلش انا اسف. ايوه، فالطاهر هو اللي حطينا عليه حاجه، زي ما بقول لك مثلا ميه بصابون، ميه ببرسيل، ميه بشامبو، اي حاجه. لو انا غسلت الحاجه اللي فيها النجاسه دي بالميه اللي عليها حاجه، المفروض اصلي بيها دلوقتي ولا ما اصليش، ولا اعمل ايه، ولا ايه اللي يحصل؟ الطاهر، الماء الطاهر هو يكون طاهر لكن ليس مزيل للنجاسة، أما الماء الطهور هو اللي يزيل النجاسة. طيب هقول لحضرتك حاجه تانية، انا اتوضيت بالميه دي، الميه اللي هي ميه بصابون والامور دي، اروح اصلي ولا ما اصليش، ولا اعمل ايه؟ لا ليه؟ الأصل المفترض لا، لأنه هو طاهر في نفسه ليس مطهر لباحث الصلاة يعني. احسنت الله يفتح عليك. إن شاء الله. تمام. طيب بعد كده مولانا،
طيب بعد كده شيخ محمد بيقول لحضرتك ايه نسأل الحكم؟ سؤال بسيط كده يا شيخنا، بس اتفضل متعلق بحاجة كده. اتفضل. يعني ايه الطهارة؟ ايه اقسام الطهارة؟ احنا بنقول طهارة وطهارة البدن والجسد وكده، ايه هي الطهارة دي؟ تعريفها كمصطلح أو شرعا عادي يعني الفهم اللي جاي جوايا، مش شرط المصطلحات، لان احنا بنتكلم في مادة ايه، فقهية، كلنا على باب الله يعني، كلنا شبه بعض. أيوه مثلا هي ممكن النظافة هو من نقول القدرات يعني النفس. لو نعم بالقلب نعم مثلا، في صدور القلب اللي هو نظافة القلب مثلا من الخبث، الحاجات الوحشة، ما اعرفش ايه. أحسنت ما شاء الله، هو ده اللي أنا كنت عايزه قبل لو ما الحاجة نبدأ أي الحسية عمل. بقى البدن، أحسنت. ما يبقاش في البدن مثلا حاجة يعني حاجة قاذبة أو كده، أو حاجة تمنع إنه الفرد ده يروح يصلي مثلا قبل ما أحسنت. مثلا يتطهر منها. هو أهم حاجة طهارة القلب أولا من الشرك والدنس والأخباث دي أهم حاجة، دي النقطة الأساسية، دي بنسميها الإيه، دي نجاسة معنوية جوه القلب لازم نزلها. التانية بقى النجاسة الحسية اللي نجاسة حضرتك قلتها، حسية. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل شيخ. طيب بعد كده مولانا بنتكلم عن السور، كنا عايزين الأول حضرتك تقول لهم يعني أو تشرح يعني إيه كلمة سور أصلا. عن شنو؟ الثؤر، سور. الثؤر. آه طيب يا جماعة بص، يعني مثلا أخونا عبد الرحمن ماسك زجاجة مية، خلاص، فشرب منها، اتبقى منها مية، صح؟ اللي بيتبقى منه ده اسمه المتبقي من ثؤر عبد الرحمن، أي من نفسه، من فمه، من كذا من كذا، فهي دي ما فيهاش أي نجاسة. في فارق ما بين إن أنا أقول مثلا عبد الرحمن شرب من الإزازة، أو معذرة في اللفظ، واحد كافر شرب من تانك مية، متشكرين يا شيخ محمد. قال حاشا لله يعني. واحد يعني بقول عديتك أنت بقى، ما تخلي واحد كافر راح يشرب من تانك مية، هل انا اقول الميه نجسه بسبب الرجل ده؟ لا طبعا، الكلام ده غير صحيح، لان ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. اذا السؤر ده هو المتبقي من مين؟ من شرب الانسان، او من شرب الحيوان، او من شرب الحيوان. معايا يا جماعه؟ شاركوني في الحوار عشان نبقى ويا بعض. تمام معك. طب الله يعني كده يبارك يا فيك. محمد بقى، يبقى السؤل ده يجوز الوضوء بيه ولا لا؟ نعم، يبقى السؤل ده يجوز الوضوء بيه ولا لا يجوز؟ انت بتسألني ولا بتسألهم؟ لا انا المفروض بسأل اذا يجوز، موجود ولو يعني بناء على الكلام اللي الشيخ محمد قاله ده، يبقى كده بالوضع ده السؤل ده ينفع ان احنا نتوضى منه ولا ما ينفعش؟ نقول ايه؟ هو في طهارة. ايوه ينفع، ما هو ماء طاهر تمام. جواز الطهارة عليه يبقى خلاص. طيب كان اقول في لهم حاجة الدليل، اقول لهم الدليل بس. الرسول اقول ايوه حاجة، بس كان في حاجة اتفضل. بتقول وانا قرأتها قبل كده، ان الرسول مثلا كان توضأ من مية القطة شربت منها، دي حقيقة ولا انا اللي بخرف؟ لا هو ما جاش بنفس النص ده، لكن جاء من طريق صحابي. لا انا فيما ماشي، معناه مش متذكره النص، بس انا بتكلم في فيما معناه. هو ده اللي انا كنت اقول لحضرتك، الاثر بتاعه او الدليل يعني من السنة. النبي قال تمام، الهرة، قال هو الطهو انها من الطوافين عليكم والطوافات، مثلا دي قطة طالما نظيفة يبقى ما فيش اي مشكلة. فجاءت إحدى بنات هذا الصحابي رضوان الله عليه، فإيه أمال لها الإناء فشربت الهرة، ثم أخذه فشرب منه وتوضأ، فتعجبت، قال أتعجبين؟ قالت نعم، قال والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني ليس بها بأس ولا نجاسة. معايا؟ طبعا ده بيختلف حكمه في حاجة تانية بقى، لو هي أكلة فار ولا بتاع ما ينفعش تاخد الفضل بتاعه، لأن طبعا هيبقى نجس. لكن طالما هي مثلا أكلة لبن وعيش وكده، فالكلام ده كله طاهر. معايا؟ معذرة يا شيخ، اتفضل. طيب يا شيخ محمد، يعني ايه بقى كلمة آجل، الماء العاجن؟ الماء الآجن ماشي، هما يقولوا ايه الماء العاجن ده يا جماعة؟ وزي ما بقولكوا استعينوا عادي بالنت، يعني دوروا على النت على الإجابة، على جوجل، على أي حاجة، مش أي مشكلة خالص. احنا بس كل الفكرة احنا عايزين المعلومة. حتى لو ما عرفناش الشيخ هيقول، ما هو معاه الكتاب يعني. انا فاهم، يعني المال قصدي المال دورك، يعني انا ما عنديش مشكله ان حد ما يكونش عنده المعلومه، لا اروح دور عادي خالص، مش اي مشكله. الماء المتغير طعمه ولونه. هي كلمه اجن، طيب يعني ايه؟ يعني عايز اخش ادور على النت كده معنى كلمه اجن. الماء يعني الآجن. متغير، متغير الطعم واللون. جميل، تمام. يبقى الماء الاجن ده اللي هو ايه؟ الماء المتغير الطعم واللون. تمام، جميل. هو تغير طعمه ولونه، مش المفروض انه يبقى ماء نجس؟ إذا تغير طعمه ولونه بنجاسة، لكن تمام، ممكن يعني يتغير طعمه ولونه النجاسة دي. بحاجة طاهرة. ايوه، تمام، فهمت، تمام. يعني بص يا استاذ بسمه، هو المقصود بالماء العجن هنا ايه؟ مقصود ان هي كانت ميه كويسه، ميه عاديه، وبعدين سيبناها في اناء فتره، فالفتره دي خلت اللون بتاعه اتغير، فبنشوف اللون اتغير نتيجه نجاسه ولا نتيجه طول وجوده في الميه دي. لو كان نتيجه نجاسه نقول لا خلاص ما ينفعش تستخدمه، لو كان مجرد بس انه قعد فتره في الميه إيه خلاص، لا ده ما فيش مشكله نستعمله عادي. تمام. طيب عارفة حضرتك زي يا أستاذة، زي مثلا أوقات كنا إحنا زمان بنحط الخزانات على السطوح، اللي هو الخزانات دي مثلا كانت بتفضل فيها طبقة فيم إيه؟ أو طبقة خضار، فاللون يتغير. أيوة، الله أحسنت يفتح عليك. أحسنت، ما شاء الله. تمام. طيب بعد كده يا شيخ محمد بنتكلم بقى عن صقر القطة والكلب والخنزير، ده حكمهم ايه؟ حكمهم ايه يا جماعة؟ الكلب والقطة والخنزير، حكمهم من ناحية ايه؟ ان من المية ناحية بتاعتهم، التبقي احنا قلنا منهم. الصقر ده المية اللي باقية، فلو في مية كلب شرب منها او خنزير شرب منها او قطة شربت منها، ده حكمه ايه وده الكلب، حكمه ايه وده حكمه ايه؟ المية دي حكمها ايه؟ القطة أنا أعتقد طاهرة. الكلب، الكلب عموما أصلا في اختلاف عليه إلا كلب الصيد، وأعتقد إن لعاب الكلب نفسه نجس غير طاهر. الخنزير أعتقد هو أساسا يعني في العموم أصلا غير مباح للمسلمين، أعتقد أكيد طيب برضه الملاعب يبقى أكيد بناء على إنها الكلام ده يبقى حكمه ايه؟ ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، غير نجس، يعني الكلب في انهي حالة؟ والخنزير نجس، لو حتى لو شرب منها أعتقد، لأن لا هو في العموم قولي بس محرم. الاول، انت بتتكلمي الاول على انهي واحد؟ أنا اتكلمت على القطة، لا تمام مباحة. الكلب ماشي، نجس، وأعتقد الخنزير نجس، مش متأكدة منها بس يعني بنسبة 90%. تمام. طيب حد عنده إجابة ثانية؟ لو عندك إيضاح، توضيح بسيط يعني، بينه لهم ماشي بين، عشان يبقى الموضوع برضو إيه أنا مرتاح. كنت لسه هقول لحضرتك، قول لي أنت تعليقك بقى على الإجابة دي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بيض. إذا دل على نجاسة لعاب الكلب. والخنزير من باب أصل أنه أصلا نجس كلية، ليس فيه جزء غير نجس، يعني حتى هم يقولون النص في الكلب بخلاف الخنزير، ولكن هو قياسا على الكلب أنه أصله كله نجس في الخنزير. فسؤر الكلب والخنزير ده نجس، لا يجوز التطهر به أصلا، ولا إلا إذا كان الماء مثلا، يعني ماء عندي كمية ماء تقدر مثلا 500 لتر، وجا كلب شرب أو بير أو شيء، فالأمر هنا الماء ده متغير، هيتغير تلقائيا، فلا إلا في الماء القليل، الماء القليل بس الذي يتغير بالإيه؟
بالطعم واللون والرائحة. طيب كده شيخ محمد بقى عندنا نوعين من الحيوانات، الحيوانات اللي بيؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها، دي حكمها ايه ودي حكمها ايه؟ يعني بقى عندنا حيوانات مثلا زي الأبقار والجاموس والحاجات دي بيؤكل لحمها، وفي لا يؤكل لحمها زي الحمار زي الأسد زي النمر زي كذا، دي حكم الصقر بتاعها ايه ودي حكم الصقر بتاعها ايه؟ صح. ها قول يا شيخ المفروض، المفروض ان هي مش نجسة. يعني تكون الإجابة إيه؟ يعني المية بتاعتها تكون طاهرة. دي أنهي يعني واحدة فيهم؟ الاتنين الاتنين. اللي طب يؤكل ليه؟ لحمها واللي ما يؤكلش ليه؟ لحمها. طب ليه ما تكونش نجسة؟ هو يعني الصراحة بناء على إيه قلت المعلومة دي؟ في قول الحسن البصري والشافعي إن جميع الحيوانات والطيور ما عدا الكلب والخنزير يعني ليست بنجس يعني. تمام، هو الكلام كلامك مظبوط، بس انا بقول انت فكر كده ايه السبب. وأنا كنت أقول إنه لا يؤكل لحمها غير طاهرة، بس ما أعرفش برضه ليه، لا أعرف طاهرة ليه ولا أعرف مش طاهرة ليه الصراحة. طب ايه ليه يا شيخ محمد بقى هما مش يعني صغرهم مش غير طاهر؟ هو يعني هو في بعض العلماء ذهب لإيه؟ لقياسها على الكلب والخنزير التي تصيد بالأنياب والتي تصيد بالإيه؟ كالأسد والنمر والأشياء التي إيه؟ ما لا يؤكل لحمه ده اللي هو لم يؤذن في ذبحه. يعني إيه لا يؤذن في ذبحه؟ هو أكل شرعيا. يعني أنت عندك الأشياء التي تؤكل، الدجاج والبط والحاجات الصغيرة، الخراف، الماعز، الجمل، البقر، خلي بالكم برضو الخيل بتؤكل، الخيل بتؤكل، ماشي. طيب ايه النقطة اللي هنا بقى؟ ان هنا فرقوا ما بين السباع انها لا اذا شربت من الماء سقره غير طاهر. ليه؟ لانه نجس في الاصل انه لا يؤكل لحمه، وانه فلا يؤخذ بسقره انه طاهر، لا يؤخذ بنجاسته. ولكن يرد على هذا الاعتراض قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندنا الحياض أو اللي هي أماكن الماء ينوبها السباع والبهائم وغير ذلك، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن جاء التخصيص في إيه؟ في الكلب والخنزير كما ذكر الأئمة. عاشر. بعد كده اشوف محمد انت برضو لو عندك قول ورأي قول يا حبيبنا، ما عشان انا اقدر ممكن اشوف ايه وانا اقدر يا عم، الله يبارك فيك، خلي الناس قول فيما مكتوب. طيب بعد كده اشوف محمد بيتكلم عن غسل الرجل من سقر المرأة وغسل المرأة من سقر الرجل، ده جائز ولا غير جائز؟ ما جابش عندك مثلا نوع المياه اللي او الكمية في المياه او كده؟ لا لا لسه مش سمعت السؤال يا شباب، احنا ويا بعض يا محمد يا عمور يا بسمة. ما انا حدش اعتقد سكت. الموضوع عادي، لان المؤمن عموما او الانسان المسلم مش كشخص مش نجس. جميل، أحسنت، الله يفتح عليك. بالظبط وطالما مش نجس يبقى المية اللي خارجة منه برضه ما فيهاش نجاسة. يعني، خصوصا ممكن مثلا شخص يشرب من بير او من حاجة او عموما من حاجة، وفي انسان مثلا تاني هيتوضى ممكن ياخد مثلا منها حاجة، بأي حاجة مثلا يتوضى منها،
اعتقد انه تمام ما نجسش الميه يعني انه شرب منها. تمام هو المفروض خلاص ان ماشي. سؤر البني ادم بشكل عام حتى لو كفر المفروض ان هو طاهر، صح؟ المفروض بتقول ايه؟ المفروض ان هو طاهر حتى لو هو كافر، بني ادم بشكل عام. ايوه بالظبط. ما هو الفرق بين المؤمن والكافر هو الطهارة الحسية، اللي هو طهارة الإيمان والقلب، مش مقصود بيها معنوية، الطهارة الجسدية. طهارة القلب معنوية يا شيخ. يعني هو الاتنين نفس الشخص، بدليل ان الكافر ده لو بقى مسلم جسمه زي ما هو ما حصلش فيه حاجة، انما أيوة اللي بيتغير فيه القلب هو اللي بيتغير، المعتقد اللي عنده في قلبه هو ده اللي بيتغير. طيب بدليل ان احنا لو تفتكروا اللي قلناه ان السيدة عائشة لما كانت بتروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ السور بتاعها بيشرب منه ويغتسل منه كل حاجه، فطبعا اول الناس ان احنا نقتدي بيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل الفعل ده وهو كان اطهر الناس، لان هو كان يعني زي ما اتعلمنا هو كان اكمل الناس صفه من اهل البشر، فبالتالي لو هندور على حد كان فيه طهاره مش هيكون اكتر من النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ورد في بعد الحديث كده ان النبي كان يتسابق على ايه؟ على سؤر عائشة. تمام. طيب بعد كده بنتكلم عن حاجة اسمها باب الأنية. الأنية دي اللي هي جمع إناء، يعني الكوباية الحلة الطبق زي ما يكون. يعني بنتكلم في البداية حكم استخدام المعادن النفيسة والعادية في تصنيع الإناء. يعني إيه حكم إن احنا نعمل إناء مثلا من الألمونيوم، من معرفش من الصاج، من حاجة زي كده، وإن احنا نعمله من الذهب أو الفضة، مين فيهم يجوز وليه؟ والمفروض طبعا إنه ماشي ماشي بقى. اتفضل 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 اتفضل. المفروض إنه لا يجوز إنه يعني الأنية تكون من الذهب أو الفضة أو طبق أو شوكة أو أي حاجة، لكن ممكن يباح منه ضب سيرة من الفضة، بس مش من الذهب. ممكن ضب سيرة من الفضة للحاجة، وده لحديث النبي أنه انكسر قدح فجعل مكان المنكسر ضبة من فضة وآنية الكفار. بس معلش. لا طبعا ثواني. طيب هو كلامك جميل بس عايز تحديد، لان انت اطلقت حكم. اتفضلي كده اختنا بسمة. لا هو انا عارفه ان يعني المعادن جميعها مباحه ما عدا الذهب والفضه، انما المونيوم جرانيت الكلام ده مباح، انما ذهب وفضه لا. انا ما اعرفش علتهم بصراحه، بس انا يعني انا انا ما كنت لسه اعرفش اقول لك، اذا طب كان ايه ليهم يعني السبب؟ عله اللي هي لا انا ما اعرفش اذا كان ليهم عله بصحه الانسان او كده، بس انا عارفه يعني فيما معناه ان دي الحاجه اللي احنا هنستخدمها في الجنه ان شاء الله لما ربنا يكتبها لنا، لا انا هقول لك انما على في حاجه، احنا الدنيا دي عندنا في مسائل الفقه، مسائل العبادات، بنسبه كبيره لازم بيكون في سبب في المعاملات اليوميه اللي بين الناس، دايما بيكون في اسباب، البيع الشراء الامور دي. الامور اللي ممكن ما يكونش فيها الا الامور المتعلقه بين العبد وربه، زي مثلا الحج، زي الصلاه، زي الصيام وغيره وغيره. فانت لما تيجي تبص على اي معامله تلاقي فيها تعامل بين البشر لازم يكون في سبب. ليه ربنا بيقول لك تكلموا فلان ده كده؟ ليه بيقول لك بيع لفلان بالطريقه دي؟ ليه بيقول له فلان ما تتجوزش فلانه؟ ليه بيقول له فلان اعمل كذا؟ فالمعاملات اللي بين البشر لازم يكون لها عله، لازم يكون في سبب. فيبقى هنا في سبب اكيد لأن الحرام يكون أنا الذهب برضو والفضة. ما أعرفش السبب ده إيه. طيب إيه السبب يا شيخ محمد؟ هو الأول نعلق على الحكم اللي هم أطلقوه، الحكم ده لا هو كلام الأستاذ لازم بس يكون في مظبوط. سبب. أنا بقول لحضرتك الحكم هي بتقول إحنا ما ينفعش يبقى هو الممنوع الأكل والشرب فيها، لكن ممكن اقتنائها. يعني أنا لو أنا عندي حلة ذهب انا قصدي كان ما كلش فيها او ما شربش فيها، ما ايوه، اما استخدمهاش انا استخدام، عشان الكلام يبقى ايه محدد، بس لا ما الاكل استخدمهاش والشرب استخدام يومي في الاكل والشرب، انما مثلا انا ممنوع. عندي حاجه حديد مقتنياه او حاجه ذهب مقتنياه، حله ذهب بس ما بستخدمهاش في الحاجه اللي ربنا حرمها، لا بس بأس هي لا بأس، مقتنياها عندي بس.
ايوه ده لا باس به. ايوه تمام. طيب هنا بقى النبي لما قال العله قال ايه؟ قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل إنما يجرجر في بطنه نارا. طيب ده طب ليه برضه العلة هنا اشرب؟ يعني الكلام ده معناه ايه؟ بسبب إيه بقى؟ بسبب إيه؟ لأن دي من أفعال أهل الكفر. أفعال أهل الكفر هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو قصد حضرتك الملوك بتوع زمان وما اعرفش ايه، وتلاقي الكوباية يعني ذهب ولغاية دلوقتي فيه، ولغاية دلوقتي فيه. ايوه تمام تمام فده غلط من ناحية المسلم، غلط. ومن ناحية الجانب الآخر أو الكفار بأي أحوالهم، هم أصلا بيستخدموا ده لأن هم بيحبوا الشيء ده، بيتباهوا بيه، وفي غلو وعلو ومش عارف إيه، فده بيكون أصلا خطأ، والنبي نهى عن ذلك. معايا؟ طيب يا شيخ محمد، ما انت برضو ما قلتليش ليه تم النهي ده؟ تم النهي لأنه مشابهة للكفار، لا يجوز إن احنا نعمل ده، وأوقات طب ما بتكون احنا، العلة غير موجودة. يعني العلة هنا لا حتى لو ما قلنا احنا مثلا اتفقنا دلوقتي ان بين البشر العلة موجودة، انما بين العبد ورب سبحانه وتعالى لا، مش شرط تكون موجوده. يعني مش حد يقول لي مثلا احنا ليه بنصلي 5 فروض، ده طالما امر ربنا سبحانه وتعالى، امر ان دي حاجه بين العبد وربنا سبحانه وتعالى يبقى ننفذها كما هي. انما اللي بين طب الناس عندك يقول لي علة ليه ايه؟ ربنا قال ندي للواحد الفقير ما نديش الغني، اقول لك اه والله عشان لو ادينا الفقير هيحصل كذا، ولو ادينا الغني هيحصل كذا. طب ليه الربا حرام؟ عشان هتاثر على الاقتصاد بكذا. اللي بين الناس دايما بيكون في سبب، اصل فهو ده قد السبب يكون الاساسي كان ان علة العله اللي فيها علة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اخبر الناس على اهل الارض، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى من فضله عليهم ان هو اداهم كنوز عشان يقدروا يمارسوا حياتهم. الكنوز دي كان من ضمنها الميه، من ضمنها الهواء، من ضمنها الذهب، من ضمنها الفضه. فعشان كده جه امر من ربنا سبحانه وتعالى في كل الكنوز دي ان احنا نحافظ عليها. فجه امر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا لا نسرف في الماء، ما نضيعوش الكنز اسمه ميه، ان احنا الذهب والفضة ما نضيعوش، ان احنا نعمله كوباية وحلة وطبق وكذا. فهي فكرة ان ربنا بيأمرنا ان احنا نحافظ على كل الكنوز اللي ربنا وهبها لنا في الارض. اي كنز موجود في الارض محدش يضيعه، الكنز ده بقى ذهب، فضة، مية، ايا كان نوعه لازم تحافظوا عليه عشان الحياة الانسانية تستمر. لان لو ما حافظناش عليها هنيجي بعد فترة الدنيا هتقف. يعني تخيل حضرتك مثلا لو كل واحد عنده نهر افسده، فمبقاش في مياه في الكون، خلاص الكون هيخلص، الدنيا الناس هتموت. فكان الهدف من كده. طيب لو انا سألت بقى دلوقتي سؤال صغير كده، طيب بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده، ينفع ان احنا نعمل اناء من الالماظ؟ ده جائز ولا غير جائز؟ ما مش تحت المحرمات يعني، بعتقد مش ايه؟ عادي. مش هو ذهب وفضة يعني، ده معدن تاني أو حاجة تانية خالص، اللي هي يعني ما يبقى تندرجش جائز تحت ولا غير الاتنين جائز؟ دول. أنا أعتقد جائز لأنه ما تندرجش تحت الاتنين دول، مع إنه ممكن يبقى نفيس هو كمان ومعدن غالي، بس بدل ما ربنا ما حرموش يبقى خلاص. ما هو انت بقى لسه اللي انا بقول لك الحكمه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الامر ده، الحكمه ان ايه؟ الناس تحافظ على اموالها وعلى الكنوز اللي عندها. فاذا كان عندنا الفضه مثلا محرمه، فعندنا حاجه في الفقه، في اصول الفقه، حاجه اسمها الاولى. الاولى ده يعني ايه؟ يعني اذا كان الفعل ده محرم فمن باب اولى الفعل الاكثر منه محرم. يعني اذا قلنا مثلا ان واحد يبص لواحده ده حرام، فبال بقى مش بص لها ده والعياذ بالله مثلا زنى بيها، لا يبقى ده حرام، لان ده اولى من ده، ده اكبر من ده. لكن اما واحد الألماس سرق من لا واحد عشرة لا جنيه فمن تكون باب له اولى اللي سرق مقصود 1000 جنيه غير اولى. فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال الفضه حرام، فبال بقى الالماظ اللي هي قد الفضه 1000000 مره لا تبقى اكثر حرمه. الألماس. فيبقى بالتالي الذهب والفضه ده يعتبر حد ادنى، كل اللي فوقهم برضو يكون محرم. تمام. طيب بعد كده بنتكلم على طيب بيقول لك يا شيخ محمد، حكم استعمال الأنية
حكم استعمال الذهب والفضة في غير الزينة وغير الأنية، ده حكمه إيه؟ يعني هو اللي هيعمله حلة ولا كوباية ولا كده، ولا هيعملوا زينة مثلا، يعملوا خاتم، يعملوا حلق أو كده، ولكن هيعملوا مثلا إزازة برفيوم، مثلا إزازة يتحط فيها عطور، دي يبقى حكمها إيه؟ بتندرج تحت اللي هو إهدار الموارد أو الكنوز اللي ربنا يعني بعتها لنا، لو هو كاستخدام جميل، شخصي، مش إن أنا أقتنيها كحاجة أنا للزمن، أو اللي هو حاجة بعد كده لا هستفيد لا، ده بيها، انا مجرد حاجة هو هحط فيها كإدمان موارد. اي حاجة. لا، أصل هو نفس انا عايز المضمون، حاجة أنا يعني بهدر نعمة ربنا دي. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ عودي، خالد عشان استاذ اسمع خالد، خالد. اهلا وسهلا. لا، في حد موجود اسمه عديد او طيب. بعد كده طيب هي هتبقى حرام اتكلم فعلا بتقول عشان الإهدار ولا؟ دي من الاسباب الرئيسية ليه، تمام. من صوتك بعيد يا شيخ بيضيع محمد. يعني انت تخيل مثلا انت واحد ربنا رزقك مثلا مرتبك وليكن 10,000 جنيه، فتيجي تروح تجيب كوباية مثلا عبارة عن 20 جرام ذهب، وجرام الذهب مثلا دلوقتي ب1000 جنيه، فيبقى انت ضيعت مرتب شهرين عشان تجيب كوباية، في المقابل ان في كوباية زي موجودة 58 جنيه، فيبقى ده اهدار للفلوس، وان انت بتكلف نفسك وطاقتها، لان انت كده خلاص مش هتقدر تاكل، مش هتقدر تشرب، تجيب علاج، تعمل كل حياتك اتدمرت. فعشان كده ماشي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا، حافظ على حياتك. اتفضل يا شيخ محمد. تمام. هو انا بتكلم من نقطة بس، عشان ايه يعني مثلا باب الاسراف هو محرم لذاته، الاسراف محرم لذاته. اما طيب خلينا احنا جالنا الاقتناء ده من اي شيء خارجي، هو جائز يعني، هو من ناحية الجواز جائز، لكن من باب الاسراف وباب التبذير ده غير جائز. النقطة هنا، لكن انا دلوقتي لو عندي كوب ذهب جاي لي هديه، طب انا حطيته في زي ما بيقولوا في النيش في كده، او الاناء اللي جاي لي ذهب او كذا كذا. طبعا في علماء بيقول لك لا يجوز اصلا، لان ده كسر لقلوب الفقراء، واللي هو ما اعلى من الذهب زي ما حضرتك تفضلت، ان ده لا يجوز ويؤدي الى ايه، الى مفسده اكبر. لكن في بعض أهل العلم برضو من جمهور أهل العلم قال لك عادي جائز، ولكن إيه، ليه؟ لخاصتك أنت، لبيتك أنت، اللي هو اللي أعلى من الذهب. الحرمة زي ما أختنا بسمة قالت، الحرمة جاءت مثلا نصا في لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة مثلا. هي المسألة عايزة تحرير شوية، يعني إيه في الأقل والأعلى، يعني هو ده قياسا صح اللي حضرتك قلته، اللي هو ايه، بدأ بالأخف يبقى فيما فوقه يبقى محرم. وفي بعض العلماء يقول يعني ايه، النص جاء مخصوص في الذهب والفضة، فيعني هي عايزة تحرير بس بسيط يا شباب. تمام، زي فكرة الزكاة مثلا شوف محمد، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني قرنها بالذهب والفضة فقط، فخلاص نزل حكم ثابت، اللي عايز يقيس الزكاة ما يقيسهمش على أي معدن آخر غير الزكاة، غير الذهب والفضة غير الذهب والفضة أحسن. بس، هو أمر تكليف ثابت موقوف على الاتنين دول بس. طيب بعد كده بنتكلم على الأنية كأنية، ولكن نتكلم على حكم التملك بتاعها. بمعنى ايه حكم التملك؟ لو أنية بتاعت واحد كافر، بيكون حكم الأنية بتاعته دي ايه، وحكم الأكل فيها ايه، والشرب فيها ايه، وهل يجوز ان اشتريها منه اصلا ولا يجوز، وضعها ايه الأنية دي؟ المفروض انه أنيات الكفار الأصل فيها الطهارة، عشان ربنا سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، صح؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم على الطعام نفسه، احنا بنتكلم على الأنية. انا دلوقتي بكلمك على الإناء كإناء، الإناء ده حكمه، احنا الباب كله بيتكلم على الإناء، مش ده الخاص دلوقتي بالأكل.
والمفروض إنها الأصل فيها الطهارة، إلا بقى لو مثلا ثبت لي إنه يعني فيها خمرة أو طبخ فيها خنازير كده. يعني الإناء يعني لو طبخ فيه حاجة محرمة يبقى هو غير جاهز. ولو ما فيش يعني لو غير كده الأصل فيها الحل يعني. طب صدق صدق بس ممكن برضه، ممكن لو مختلفين برضه هي نجسة أو غير نجسة، إن احنا نعملها نفس معاملة الإناء اللي يشرب منه الكلب أو ياكل منه، نغسلها كذا مرة أو 7 مرات زي ما الرسول أمرنا. تمام. حلو. ايه مش رأيك يا شيخ محمد؟ احنا قلنا ان صقر الكافر يعني لكن هو الشيخ بيتكلم على ايه؟ طيب الشيخ بيتكلم على آنية الكفار اللي هي سواء اللي جاية مثلا من صناعتهم ولسه ما استعملتش، او من صناعتهم وناس جيراننا بيستخدموها، جنبك جارك اسطفانوس جورج مش عارف ايه، رحت جبت منه حلتين عشان عندك ضيوف، هل يجوز لك استعمال ده ولا لا يجوز؟ ممكن لو انا مثلا عارف ان الشخص ده بيشرب خمر او بياكل خنازير ما استخدمهاش، لا يجوز. ما هو اكيد يعني ماشي، ممكن، ما اكيد انه بياكل حاجه زي كده لانه هو مش على ديانتنا، فممكن جدا الكلام ده يبقى مباح يعني عادي، بس يعني حضراتكم احنا بنجتهد يعني بتفكيرنا. لا لا ما في والله واحنا مشكله، ما ما قلناش احنا عايزين حاجة. ده. سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هو يعني طب انا ممكن يبقى مباح، يعني اعتقد مباح، لان مثلا ما هو لو في اناء او في حاجه فيها ميه في مكان عام ممكن الناس تشرب ورا بعض عادي، المبردات والحاجات اللي بتبقى موجودة يعني الأناء في ذاتها طاهرة، ولو يعني في ذاتها طاهرة كالمادة المصنوعة منها فهي طاهرة، لكن قصة إذا طبخ فيها أو طبخ فيها الخنزير أو غيره فهي تطهر وتستعمل عادي، لأنها في الأساس طاهرة، لأنها في الأصل عين طاهرة. الله أعلم. انت عندك نص حديث ابي ثعلبة الخشني يا شيخ؟ عبد الرحمن يا مولانا، بقول لك النص بتاع حديث ابي ثعلبة الخشني لما قال ان ناتي عند قوم من اهل الكتاب انا اكل في انيتهم. هو المفروض موجود. طلعوا لك يعني عشان يبقى الكلام بدليل، بس الكلام بالدليل بص يا مولانا، بيريح القلوب. عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ناكل فيها، قال لهم لأ إلا لو ما قلتوش العيل، فلو ما قلتوش العيل اغسلوها وكلوا فيها، اغسلها الأول وبعدها كل. وهو ده أصل الموضوع، على أساس لا تأكلوا فيها، يعني مثلا معذرة، يعني ما يبقاش أنا مثلا شايف عند جارتي اسمها إيه ديت شوية حاجات، وتروح الأخت تجيب منها عشان إيه عاجبها الشكل، يعني هو التعفف أفضل أو كذا أو كذا، لكن الأصل في الأشياء إن هي الطهارة زي ما قال أخونا كده، الأصل فيها الطهارة. طب افرض أنا خدتها وخدتها من الناس دي، لا بأس من غسلها وتطهيرها بأي شيء ولا بأس بيها ولكن والله. يبقى برضه يا شيخ محمد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، الأولى إن أنا أشوف الحاجة بتاعت المسلم. أيوة ده يعني الصح كلام اللي أنا النبي صلى الله بقوله، عليه وسلم إن أنا لو ما لقيتش أروح أعمل يبقى كذا. أرجع. يبقى أنا الأولى لو لقيت واحد مسلم، لا هو ده اللي هروح. وفي نفس الوقت موضوع بقى الآنية اللي جاية من أوروبا ولسه جديدة واللي انتوا بتقولوا سيراميك لا مش عارف ايه، فده لا بأس به، يعني ده ما فيهوش بأس تمام، ولا يستعمل ولا أي شيء، لأنه جاي لانه أصلا ما على أصل استعملوش اصلا. الطهارة. آه تمام. طيب طب بنتكلم دلوقتي يا شيخ محمد عن
الآنية اللي صنعت من عظام الحيوانات دي حكمها إيه؟ والحيوانات اللي هي ماتت واللي هي الميتة دي حكمها إيه؟ يعني مثلا في جاموسة اتذبحت وفي جاموسة ماتت، دي ميتة ودي مذبوحة عادي، إيه حكم دي وحكم دي؟ اللي ماتت محرمة يعني التحريم تام، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني هي محرمة ايه اللي خالص، محرم فيها؟ طيب اللحم بتاعها يعني لحمها اللحم. محرم. طيب احنا هنعمل الانيه دي من العظم مش هنعمله من اللحم. والله مش عارفة، بس ممكن يعني برضو. طيب ما في مثلا جلود التماسيح والحاجات دي أو التعالب والكلام نفس ده، الفكره هو مظبوط. بيموت بحاجات دبغ ومعرفش ايه، والناس بتستخدمها عادي بعد كده. أعتقد ممكن ده ما احنا يبقى عايزين نعرف الاستخدام صح ولا غلط، ما ده اللي احنا بنسال فيه. ما هو بيستخدموه بس ايه حكم الاستخدام ده؟ مش عارف، لا كحكم ما اعرفش بصراحة عشان مفتيح. هو يعني اذا كان انا عايز اخش المسابقة. جلد ما اتفضل. يقدر السلام عليكم، يعمل. الف وعليكم سلام السلام. وبركاته. انا عايز اخش المسابقة. اتفضل يا انت شيخ، جوه المسابقة؟ انت جوه ايوه انا عايز المسابقة. ادخلها بقى. ماشي تمام، طب يعني انا اتفضل يا ماشي باشا. تمام. استنى دوري ولا هي عشوائي؟ لا اللي عنده إجابة بيقول، لا اللي مش عنده كده دور إجابة ولا حاجة. بيقول يا حبيبي. طب وايه السؤال؟ العظام، احنا هنهرج بقى. والله بهرج. ايه السؤال؟ هو بيقول لك مسابقة سؤال وجواب باب الطهارة. اسألني والله باب شايف، الطهارة انا ارد عليك. اسمعني دلوقتي، عظام ما يؤكل لحم، عظام ما يؤكل لحم، يعني مثلا زي الحصان زي الجمل زي البهايم، واحدة ميتة رغم أنفها وواحدة مذبوحة، إيه اللي ينفع نتاخد من عظامها نعمله كوبايات، نعمله أيا كان؟ كوبايات. أي والحصان ممكن يعني نعمل منه كوبايات. ممكن ماسورة كده بتاعت جاموسة تفضيه وتديها المذبوح لها. طبعا مش الميت، زي الفراخ كده نفس فكرة الفراخ، ما ينفعش ناكلها ميتة، بناخدها مذبوح، بناكلها مذبوح احنا مش هناكلها دلوقتي، ده احنا اللحم. نعمل انت بيها هتاكل حاجة ولا أخرى. هتعمل ايه؟ طيب فهمني. لا أنا اتعشيت الحمد لله. هو السؤال امال ايه؟ مش هندخل في موضوع يعني تاني، هو السؤال عشان ما نتخطاهوش، طيب ده سؤال طب ايه فكري علاقة حقيقي. الطيارة بالموضوع؟ بس معلش. ايوه ماشي، انا ايه علاقة الطيارة بالموضوع؟ ما هو يا حبيبنا، احنا بنتكلم الاناء اللي هنعمله ده بقى يبقى اناء طاهر ينفع ناكل فيه ولا لا؟ على ما اظن يبقى طاهر. ليه هو طيب؟ فيها خلاف جذب جمهور ثانية. العلماء انه يجوز، وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة قال انها طاهرة، يعني أو اجتمعوا على إيه في الآخر؟ انها نجسة، العظام نجسة، ذهب جمهور يعني هم العلماء اجتمعوا في الآخر إنها نجسة؟ مين اللي جمع بس جمهور الأول؟ العلماء على إنها نجسة. لا يبقى أنا لسه أعرف المعلومة دي الصراحة، الله أعلم بقى عشان ما افتيش. أنا كنت فاكركم بتكلموا عن حاجة تانية في الطهارة مش الحاجات دي. مع ما الحاجات في التانية احنا الطهارة، ما ده خلصناها. طهارة، ده باب الآنية يا حبيبنا، طهارة الآنية ونجاستها. يعني أنا لو صانع قربة مية من جلد خنزير، إيه الحل؟ ما هي نجسة قربة طبعا. مية. يا طيب ما شيخ احنا محمد أنا بنتكلم في ده. دلوقتي بس الحصان طاهر. اتفضل يا أستاذ. لقيت يعني دورت بصراحة، الحيوان اللي ممكن تاكل لحمه سواء ميت أو يعني ميت أو مذبوح، أنت ممكن بعد ما يعني خلاص يحصل دبغ أو تنظيف للنجاسة باللحوق بالملح والكلام ده تستخدمه، إنما اللي هو ربنا محرم أكله على الإنسان لا، هو ممنوع تستخدمه. وفي أحاديث على كده، يعني أنا لقيت حديثين لما بحثت. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حضرتك تفضل، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ده بالنسبة للجلود معايا، أيما إهاب دبغ فقد طهر. تمام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة يعني، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال هل انتفعتم بإهابها؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. هنا مثلا في الجلود، طب لو جينا للعظام، العظام دي نفسها لم يأتي النص بإيه؟ بتحليلها كميتة. طيب الجزء الآخر اللي هو المذبوح شرعا،
هل يجوز استخدامه كآنية كشيء مثلا؟ هل ده يجوز بقى هنا الحل؟ هنا كما قال أخينا يعني الأمر مختلف فيه ما بين أبي حنيفة وجمهور العلماء بس، لكن هل جواز؟ هو الأصح أنه هو لا يجوز، يعني الأصح أنه لا يجوز. اتفضل يا شيخ لو عندك شيء زيادة قول عشان يبقى البينة بس. لا هو يعتبر كده الكلام مظبوط، هو بس نقطة صغيرة للأستاذ خالد، لأن هو كان بيتكلم العظام هنستخدمها إزاي. هي العظام لها استخدامات كتير، يعني أبسطها مثلا زي ما روى الشافعي إن قال أدركنا أقواما كانوا يمشطون رؤوسهم بعظام الميتة، يعني كان بياخد العظم يعمله كأنه مشط كده، مشت كأنه خشب، ويعمله مشط ويسرح بيه، فهو ممكن يتعمل بيه حاجة. يعني فكرة تعمل إيه؟ لا يتعمل كتير كتير قوي يعني. الحاجة الأخيرة بس يا شيخ محمد، هو كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا عايزين نعرف الأمر ده معناه إيه. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر قال إن هو أخبره أمر، يعني قال له يا جابر أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. كنا عايزين نعرف الوصية دي معناها إيه. أقول أنا لا ما قلنا تقول انت ايه، امال الناس اللي قاعده كده بتعمل أنا ايه؟ ظني أنت بتقول لي يا شيخ محمد ماشي. طيب يا جماعة الوصيه دي معناها ايه يا جماعه؟ يعني هو النبي صلى الوصية الله عليه دي وسلم بيقول وصية لسيدنا طيبة جابر، جدا لكل الناس. بيقول له اوكي سقاءك وخمر اناءك. يعني ايه اوكي سقاءك وخمر اناءك؟ وزي ما بقول لكم برضو عادي الناس تدور، مفيش اي مشكله خالص. وفي عدة آداب من دي موجودة، زي مثلا أغلق بابك وسمي الله، أو سقاك وسمي الله، كله في سمي الله سمي الله، وأطفئ سراجك وسمي الله، أشياء من دي موجودة، دي من الآداب الجميلة. يعني إيه الوصية دي بقى؟ هو يعني بشكل عام فيه تغطية الآنية عند يعني النوم أو عند الانتهاء من الطعام حتى لا يعبث فيه الهوام، يعني الله أعلم. ماشي، انا قصدي الكلمه معناها يعني ايه اوكي سقاءك، يعني ايه الكلمه دي؟ طب يعني ايه سقاءك اصلا؟ السقاء ده معناه ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. عارف لما يقول لك خير الصدقه سقيا الماء؟ يعني ايه سقيا الماء؟ سقيا الماء دي يعني ايه؟ يعني سقيت تسقي الناس، يعني إيه؟ يعني تسقي الناس، أن تسقي الناس يعني، أو أن الله تسقي يفتح غيرك. عليك، جميل. يبقى هي السقيا معناها السقاء اللي هي مقصود بها المية، فهنا أوكي سقاءك، يعني اعمل إيه في المية بقى؟ قوبة قوبة الماء أو الحاجة اللي بتشرب منها أو الله اقفلها. يفتح عليك، يبقى المقصود أحسنت. القربة اللي فيها المية نقفلها، يبقى السقاء ده المقصود بيه المية، فالحاجة اللي فيها مية دي نربطها، لأن طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه أزايز أو فيه حاجة زي كده، كان كلها قربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي معاه قربة يربطها. وهنا بناخد حاجة اسمها القياس. القياس ده معناه إيه؟ معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا جماعة في الوقت ده اقفلوا المية بالطريقة المناسبة ليها، فالطريقة كانت مناسبة للقربة إن إحنا نربطها. طب النهاردة بالوضع اللي إحنا فيه، إيه الطريقة المناسبة للمية؟ إن إحنا مثلا نقفل الغطاء بتاعها. في مكان تاني الطريقة المناسبة إن إحنا كذا، كل فترة أو كل مكان حسب الطريقة اللي هي فيه. طيب عندنا بقى الجزء الثاني، خمر إناءك. الإناء الأول اللي هو إيه؟ ما يوضع فيه المكان الطعام. اللي بناكل فيها، جميل، يبقى إحنا ما هنا يوضع اتكلمنا عن الأكل، هنا فيه عن الشرب، هنا عن الأكل. يبقى مقصود إيه بالأكل هنا؟ خمر الإناء، يعني بقيه يعني مثلا عندي في الأكل. يعني أنا هنا النبي صلى الله بقيه عليه وسلم قال المية اقفل القربة بتاعتها. طب والأكل؟ أغطي الأكل، ايه؟ أغطيه غطاء. جميل، الله يفتح عليك. عارف انت لما تيجي مثلا بتعملي قرص او حاجه زي كده، ما يقول لك ايه سيب الحاجه تخمر، تخمر دي بتعملي ايه؟ تحطي بتغطيها عليها أو حاجه كده وتسيبيها، اه بيقول لك سيبي مثلا مش عارف بيسموها العجينه تخمر. العجينه تخمر دي بتحط حاجه تغطيها كده وتسيبيها فتره،
بيقول لك كده خلاص العجينه خمرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اللي هو خلوا الاكل يخمر يعني غطوه. بعدها قال ولو ان تعرض عليه عودا، يعني ايه الكلام ده؟ لا قولها تاني. ولو لو ان أن تعرض عليه عودا. عودا، يعني المفروض احط عليه مثلا حاجة كده تقول حط سكينة على الطبق لو مش هتغطيه، طيب يعني احط الكلام عليه ده، حاجة كده واسلم بالله. طيب الكلام ده تفهم منه ايه؟ يعني هي كناية إنه الأمر مهم بتغطية الإناء الآنية حتى إذا لم تجد أي شيء تغطي به، فيكون بالنية أن تعرض عليه عودا، يعني كأنك تغطيه بعصاية وإن كان العصاية لا تجزئ أو لا تنفع يعني. والله جميل، أعلم. الله يفتح عليك. وكأن والله أعلم يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك إن أنت تأخذ بالأسباب، وهو سبحانه وتعالى يتولى النتائج. يعني هو بيقول لك غطي الإناء بتاعك، وهو بيضمن لك إن مش هيحصل له حاجة. طب يا رب، يعني أنت بتقول يا رب طب أنا حاولت أغطيه بس ما لقيتش حاجة، يقول لك طب حطه ولو حتى حاجة رمزية. والله عز وجل أعلم باللي هيحصل. زي بالظبط فكرة التيمم، التيمم وأنا ما لقيتش مية، اللي هم فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك طب اعمل بس الغسل الكف الايد والوش كانك بتتوضى، وربنا سبحانه وتعالى هو يتولى طهارتك كلها. فكرة أعقلها وتوكل، يعني خد بالأسباب وسيبها الله على يفتح ربنا. عليك. طيب نكمل ولا احنا طولنا؟ نعم نكمل إن شاء الله. الإخوة الكرام موجودين، تحبوا نكمل ولا نقف على كده؟ نكمل عادي. أستاذ محمود نكمل؟ طيب. نكمل أستاذ عبد الرحمن. طيب إحنا بعد كده هنخش في باب يسمى باب قضاء الحاجة. طيب في البداية أنا عايز أسأل حضراتكم بقى سؤال قبل ما نبدأ في الباب ده. هو ليه أصلاً الباب ده جه بعد باب المياه والإناء؟ ليه ما جاش قبلهم؟ إيه الفكرة في الترتيب ده؟ ما اعتقد عشان يعني المفروض الاول بتعرف ايه الحاجه اللي ممكن تتطهر منها، او ايه الحاجه اللي اقدر استخدمها. بعد كده بتقدر بقى تعرف ايه الحاجات اللي يعني اللي هتتطهر منها. انت بتاخد الاول جميل. سلمه في سلمه. أن الأصل الطهارة، الأصل والطهارة، الطهارة مقدمة على ما بعدها. تمام، يبقى هو زي الاستاذه بس من ربنا يحفظها، ما قالت ان احنا اول حاجه بنعرف اصلا الميه، بحيث ما اجيش انا النهارده باب قضاء الحاجه واقول لك خد بقى الميه الطاهره اعمل بيها كذا كذا كذا، وانت اصلا لسه ما تعرفش يعني ايه الميه الطاهره. يبقى الاساس ان انا اعرفك اصلا، زي يعني مثلا زي التعليم كده، اعرفك جدول الضرب الاول قبل ما ابتدي اعلمك بقى يعني الرياضه اللي فيها مثلا تكامل وتفاضل والحاجات دي. دي حاجه. الحاجه التانيه ده كان من حكمه علماء الفقه. هو احنا بنحتاج قضاء الحاجه دي امتى؟ بنحتاجها بعد ما بناكل وبعد ما بنشرب. فبالتالي يبقى احنا اول حاجه اتكلمنا فيها اتكلمنا في الميه اللي هي هنتوضى بيها ونستحمى بيها وهنشرب. بعد كده دخلنا في باب الانيه اللي هو كلنا، فاحنا دلوقتي خلاص كلنا وشربنا، فبعدها هنخش بقى نعمل قضاء الحاجه، يا اما هخش الحمام يا اما هتوضى عشان اصلي يا اما يا اما. فده كان من حكمه علماء الفقه، ان هم عشان الراجل او الشخص اللي بيتعلم ما ينساش الابواب، فبيحطها له بترتيب منطقي، بيقول له انت كلت وشربت. طبيعي اي حد فينا بعد ما بياكل ويشرب بيعمل ايه؟ بيقوم الحمام يغسل ايده. المنطقي ان الناس كلها بتعمل كده، فعشان يفضل الترتيب ماشي في دماغك بشكل منظم. طيب اول حاجه يا شيخ محمد بنتكلم على استقبال القبله واستدبارها بلا حائل. يعني ايه الكلام ده وحكمه ايه؟ استقبال القبلة بأن عند قضاء الحاجة إن احنا نولي وشنا ناحية القبلة، وده والله أعلم منهي عنه أو استدبارها. المفروض إن احنا يبقى في مكان مفهوش رياح، وما يبقاش ودن القبلة، وما يبقاش ايه؟ ما يبقاش متوجه للقبلة، يعني لا يبقى في استقبال ليها، يعني ما يبقاش وشنا للقبلة واحنا بيبقى في قضاء حاجة. هو هنا حدد لك حاجة يا أختنا، بس قال لك بلا حائل،
لا ما سمعتش حضرتك قول تاني كده بعد إذنك. بقول لحضرتك لما الشيخ سأل قال إيه؟ استقبال القبلة أو استدبارها بلا حائل في الصحراء، يعني في أي مكان فاضي كده، الدنيا فاضي. هو اللي انا اعرفه واللي انا قرأته ان المفروض ما يبقاش في اذى لغيري، فيبقى في حائل بيني وبين اي حد، وان ما يبقاش في استقبال للقبلة ولا استدبارها. بأي حال من الأحوال يعني ممكن لنهي النبي عن كده يعني، ما مش عارف. هو بس النبي نهى، احنا بنقول ليه بقى؟ واحنا متفقين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، احنا بنقول ليه نهى عن كده؟ لمنع الأذى، إن يبقى إن يعني يبقى في للستر ومنع الأذى عن غيرنا. طب ما احنا بنتكلم دلوقتي، احنا في الصحراء، ممكن احنا يبقى مش هنأذي حد. تعظيم مثلا، تعظيم أو للحاجة دي أو للقبلة، إن أنا ما ينفعش أوجه ليها بحاجة نجسة أو حاجة زي كده. طيب ايه رأيك يا شيخ محمد؟ هو كلام منطقي، اللي هو بس قول اللي هو تعظيم لجهة وجه الرب عز وجل. استقبالك للقبلة هو اتجاهك للرب عز وجل، ده أول شيء. تمام واستدبارك إن ده يعني منهي لتعظيم هذا الشأن، لتعظيم هذا الشأن. لذلك النبي قال إيه؟ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، تمام لكن شرقوا أو غربوا. تمام طيب في حكم الأمر تاني لسه الثاني هيجي، اتفضل. لسه في حكم تاني هيجي طبعا. أيوه ماشي. أنا بقول لحضرتك برضو من الحكم في الحكم ده، إن المنطقة اللي هما فيها دي طالما هي في اتجاه القبلة، أنت سواء استقبلت أو استدبرت، هو يعتبر خط مستقيم، فأنت كده كده أنت في اتجاه القبلة. يعني مثلا على سبيل المثال، الواحد قضى حاجته وبعدين جه واحد مثلا بعد يوم مكان الرمل نشف، فجه هو في المكان اللي كان هو فيه مثلا، طلع قدام 30 متر وبيصلي، ما يعرفش ان في واحد اتنين تلاته اربعه. فبنقول احنا عايزين الخط المستقيم ده كله يكون نظيف، بحيث لو جه واحد يصلي بكره بعده بعده بعده، المكان ده كله نظيف، فيبقى بالتالي كل الخط ده مش عايزين فيه اي مشكله. انما يبقى في الشرق والغرب، لان كده كده لما حد يجي يصلي لا هيسجد شرق ولا هيسجد غرب، هيسجد في اتجاه القبلة. فبحيث الشخص اللي قضى حاجته لو بعد مليون يوم جه واحد في نفس الخط المستقيم، يبقى قلبه مطمئن ان هو بيصلي، انه ما عندوش اي مشكلة. انما لو ما كانش الحكم ده موجود، هيفضل الشخص طول ما هو صلي دماغه عمالة تودي وتجيب، يا ترى الحتة اللي بصلي فيها دي طاهرة ولا مش طاهرة، كويسة ولا مش كويسة، طب امبارح كان في حد، لا مفيش حد، طب امبارح كان في جيش هنا، طب هيفضل دماغه مش قادر يركز في الصلاة، وهيوصل لمرحلة والعياذ بالله ان هو ممكن فعلا يقع في المشكلة دي، ممكن فعلا يصلي على مكان غير طاهر. فكان ده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ان يا جماعة خلوا الخط المستقيم ده يفضل طاهر مدى الحياة. بعد كده بنتكلم طيب الحكم الثاني يا شيخنا، الحكم الثاني المتعلق لو هو في حائل بقى، أو في فلا بقى البنيان، أو في البنيان. تمام. طيب ايه رأيكم في المسألة دي؟ المفروض ان هو يجوز ده بس يجوز كده على لا طول. بس. طب طيب ليه يجوز يا دكتور؟ اعتراضي عليك ان النبي قال لا تستدبروا ولا تستقبلوا، طيب هو وما جاش ما لو الكلام جابلكش كده النص قال لك نعم. طب لو الكلام كده ليه صاحب الكتاب المؤلف قسمهم لمسألتين؟ ليه ما خلاهمش مسألة واحدة؟ لو اتنين لهم نفس الحكم، ليه ما قالش حكم قضاء الحاجة في استقبال القبلة أو استدبار؟ ليه قال مسألة بحائل ومسألة بدون حائل؟ عشان يبين مكان الفضل فاضي خالص ويبين معناه،
ما انا اللي اقصده الناس اللي جوه لو الاثنين بيوتها بقى. نفس المساله ونفس الحكم ما كانش عمل لهم مسالتين كل واحده لوحدها. ما ممكن مثلا انا هو فاهم، لو في انسان في صحراء او مجبر على كده، فهو ما فيش في اي سبيل لانه يعمل او يعمل كده او لا في الشكل ده في الطريقة دي. انما لو في حائل فممكن الحائل ده يبقى بيت، حيطة، اي حاجة. فانت بعد كده هتشوف اي حاجة تانية تصلي فيها، او هتبقى على الاقل لو بيت على الاقل هتبقى عارف مكان الصلاة بتاعتك في المكان، يعني هتقدر تشوف مخرج تاني للصلاة بعيد عن المكان ده. هو عموما يا اخوانا يعني ايه، النبي لما نهى عن المكان الخالي ليه؟ لان النبي فعل عكس ده. قال عبد الله بن عمر: ارتقيت بيت حفصة فوجدت النبي مستقبل القبلة مستدبر بيت الشام اللي هو شرق وغربه يقضي حاجته معايا. فهنا النبي فعل في البنيان، البيان من البنيان ان النبي فعل داخل البنيان خلاف الخلاء معايا، خلاف المكان الفاضي. وصل يا شباب؟ مش عارف. بس المسألة دي يا شيخ محمد حصل فيها إشكال من أهل العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل ده في وقت لأنه كان بيستتر من بعض الناس، ولكن ده ما كانش غالب فعله، يعني ده حصل في موقف بعينه، هو الموقف اللي حصل فيه كده. إنما بقية المواقف كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين قالوا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل الفعل ده. فيبقى هنا الأولى إن الشخص يعمل كده، لأن طالما النبي صلى الله عليه وسلم عمله في مرة مرات فده خلاص نوع من الإباحة، إلا ولو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عمله قال للصحابة أنا عملت كذا كذا ولكن لا تفعلوا، إنما طالما ما قالش كده يبقى خلاص يبقى المسألة دي فيها إباحة. ولكن الأولى إنهم لا يفعلوا ذلك لأن ده ما كانش غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى عشان كده إحنا بنيجي نقول للناس مثلا لما حد يكون بيعمل بيت جديد أو كده نقول له أنت بتعمل الحمام حاول يبقى معاك بوصلة تشوف القبلة اتجاهها فين، وتحاول تخلي الحمام يا شرقي يا غربي، ما يبقاش لا في اتجاه القبلة لا في وش الجامع ولا في ظهر الجامع. بعد كده بنتكلم على حكم قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. الأول أنا عايز أعرف يعني إيه موارد الناس؟ اللي هي الأماكن العامة أو الأماكن اللي بيتوارد فيها الناس لأعمالهم أو تواجدهم لأيا كان للحياة، فبعدا للأذى إن هو يبعد عن أي مكان فيه اختلاط للناس أو شجرة يستظل بها الناس أو طريق يمشوا فيه. لا انا بس الاول ممكن انا عايز اعرف الاول يعني ايه كلمة موارد، بس احنا بنيجي نوصل موارد لهناك. الناس الحاجة اللي أنا باخد منها أساسياتي، زي مثلا نهر، بير، حاجة باخد منها أساسيات الحياة، مية، ثمار، تمام، اللي هي الأساسيات بتاعت أكلي وشربي واللي أنا عايش بيها. جميل. طيب ايه الفكرة مفيش بقى حد، ان اتفضل يا شيخ محمد. لا يعني باقي الإخوة يشاركوا يعني عشان يبقى الدنيا. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بقى نهى عن إن الشخص يقضي حاجته في قارعة الطريق أو الظل أو موارد الناس؟ ليه الثلاث أماكن دول بالذات؟ طيب موارد الناس، انا بنجس يعني حاجة لكم كبير قوي من الناس. قارعة الطريق يعني ممكن الناس هتشوفك فاكيد يعني هتجرحهم او هيجرح البني ادم اللي قدامه ده. وكمان يعني انا سمعت ان كان في شخص بيعذب في القبر لانه كان ما بيستترش وهو في قضاء حاجته. أحسنت، يعني وفي واحد تاني كان بيعذب لأنه ما بيطهرش كويس بعد قضاء الحاجة. يعني دول الاتنين الرسول كان سمع عذابهم في القبر إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، بيعذبوا في صغائر. طيب لا وحضرتك هو قلت مش التالت صغائر، هو النبي قال وما يعذبان في كبير بل هو اللي كبير. ماشي، بس هما مش من الحاجات اللي الناس مثلا يعني الكبائر اللي يعني الناس ممكن لا لا تستصغر الحاجات دي بس هما ايوه بيعذبان الناس بيها. بتستصغرها بس وما تاخدش بالها، وده قد بالظبط يبطل صلاة وعبادة ودنيا كمان. بالظبط. حضرتك قلت ايه تاني؟
الظل طبعا انا ممكن يعني انسان ماشي في مكان، ف حد هيجي يقعد في المكان ده، حد تعبان ممكن اي حاجه، فبرضه انا هنجس المكان، ممكن غيري مثلا تعبان يجي يصلي في المكان ده اصبح انا نجسته خالص، فالموضوع باظ. يبقى هو المقصود بالثلاث أماكن دول هو سببين زي ما أنت قلت. السبب الأول إن المكان ده أولا مفيهوش استطارة من فعل الناس، يعني المقصود بموارد الناس دي المعنى اللغة بتاعتها طبعا الشيخ محمد أستاذنا في الأمر ده مقصود بيها الأسواق، لأن فكرة السوق عند المسلمين اللي هي فيها كل الموارد، يعني تروح السوق بتشتري أكل، بتشتري شرب، بتشتري لبس، بتشتري كل حاجة، فالمقصود إن كل حياة الناس هي في السوق. فمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشخص ده بيقضي حاجته في وسط السوق، فكل الناس بتشوفه، دي حاجة. الحاجة التانية إن أنت بتسيء لأكتر عدد ممكن، بتصيبهم بالنجاسة دي، لأن السوق فيه آلاف الناس موجودة وماشيين بشكل مش منتظم، يعني واحد مثلا يقضي حاجته في نص السوق مش هنعرف الناس هم ماشيين، اقول له بص خد بالك من المتر مربع ده، عدي من جنبه وعدي من وراه، الناس مش هتاخد بالها من ده، فانت هتجبر الناس ان هي تمشي في النجاسه دي. فيبقى عندنا كل الامور، الثلاث امور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيهم يجمعهم الامرين دول، الامر الاول ان ما فيهوش استطاره، الامر الثاني ان مؤكد نسبه 100% ان هيجي في ناس، لان الظل طبيعي الناس هتقعد تستريح، فانا متاكد ان في ناس هتيجي هنا. قارعة الطريق المقصود بيه هي بداية الطريق، وده طبيعي لازم الناس هتمشي فيه. أنا طالع مثلا من المدينة بتاعتي، فطبيعي مثلا هركب مواصلات فهوقف على أول البلد، أنا راجع مشوار هنزل على أول البلد، أنا رايح مكان الشغل هنزل على أول الشارع، فدايما قارعة الطريق ده على طول بكون موجود فيه. حتى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الناس ما كانوا موجودين فيه كان بينهى الصحابة عن الوقوف على قارعة الطريق، لأن الطبيعي كلهم بيقفوا في المكان ده، ده الطبيعي عند الناس كلها. حتى أنت مثلا تلاقي الحاجة التجاري حتى بين الناس يقول لك المحل على الشارع غير المحل جوه، لأن معروف إن على الشارع الناس ماشية، على الشارع الناس رايحة جاية، العربيات الدنيا كلها على ناصية الشارع، إنما الشوارع من جوه مفيش. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اختار الثلاث حاجات دول، لأن هم حاجات ظاهرة وفي نفس الوقت حاجات تجمع ناس كتير. وعشان كده جه الحديث بعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين، اتقوا اللعنين اللي هما مين؟ قالوا مين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طرق الناس او ظله، اللي هما بيعملوا اكبر ذنب ان هو بيمشي في طرق الناس، الاماكن اللي فيها الناس اللي هي الاسواق او قارات الطريق، او ظلهم المكان اللي هما بيقعدوا يستريحوا فيه من الطريق والامور دي. بعد كده بنتكلم ايه حكم قضاء الحاجة وسط القبور؟ يعني حكم أعتقد إن قضاء إحنا بنروح الحاجة القبور، في وسط القبور إحنا القبور؟ بنروحها للعظة، يعني أنت رايح تتعظ هناك الوعد، يعني لأ أعتقد محرم، يعني حتى الميت بيبقى ليه احترام، الموضوع صعب. طب ليه كلام ما اعرفش ليه صراحة، طيب ليه يا شيخ محمد؟ انا بسمعك اهو انت بتسجل. طيب مين عنده إجابة؟ طيب يقول لي ليه؟ هو طعام محرم زي الأستاذ بسمع، بس إيه سبب التحريم؟ يعني القبور ده مكان فاضي. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، راح ماشي أتبول هناك. يعني هو مش مش هو مكان الإساءة، مناسب، قال الإساءة. تمام، يعني هو مش قاصد الإساءة في الفعل ده ولكنه تبول، فليه بنقول حرام؟ طب ما هو يعني الرسول كان نهى انك تجلس على قبر سواء لحاجة او لغير حاجة، تمام،
لا يبقى هي نفس الكلام، ما حتى لو انت محتاج انك تقعد على قبر الكلام ده ممنوع، فخلاص فيبقى ممكن نفس الكلام. يعني هي القبور دي للعظة، يعني ما تعرفش اذا كان اللي مدفون فيها مؤمن او غير مؤمن، ولو مؤمن فاكيد ليه احترام، تمام. ما ينفعش. طيب قول لي انت كده يا شيخ محمد، ايه السبب؟ هو لأن المكان له حرمته، حرمته في وجود الميت هنا، حرمة المكان، يعني بيتواجد فيه ملائكة، بيتواجد فيه أشياء كثيرة، وأصلا ده مكان مخصص لأمر معين، يعني أمر معين. الحكمة من عدم أو حرمة الشيء ده عدة أشياء: أولا ده إيذاء لأهل القبور، وإيذاء للناس المتواجدة، اللي هو لأن ده برضو أيضا في قرعة الطريق أو قرعة المكان، لأن الناس تأتي هنا معايا حتى لو كان الناس مش موجود، فهو يتخلى في قرعة الطريق أو في ظلهم أو في أماكنهم. الأماكن هذه أيضا موجودة للذكر والدعاء والأشياء دي، فلابد أن تكون على شيء من الطهارة معي. تمام. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموضوع ده لأكثر من سبب اللي احنا ذكرناه قبل كده. أول سبب زي ما قلنا في موضوع السوء، إن الناس مش هتقدر تفتدي النجاسة دي، لأن برضو نفس الموضوع الناس اللي ماشية بين القبور مش هعرف أقول لهم مشوا إزاي، الناس ماشية ماشية وهي بتشيع الجنازة ماشية زي ما ماشية، وفي نفس الوقت ماشية في حالة من الحزن اللي هو مش هقدر أعمل لهم نظام وأقول لهم امشوا يمين امشوا شمال، فمستحيل ده هيحصل. في الوقت ده الناس ما بتبقاش مركزة في الفكرة يمشي ازاي، طب خد بالك من الحتة دي من الحتة دي، ما يحصلش. فدي حاجة. الحاجة التانية زي الأستاذة بسمة ربنا يحفظها ما قالت، إن الأصل في إن إحنا بنروح المقابر إما إن إحنا رايحين نشيع ميت خلاص ده الطبيعي، ولكن بعد كده بنروح عشان يكون مكان عظة. فزيه زي فكرة الصلاة، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيوصينا إن إحنا نروح نصلي في مسجد يساعدنا على الخشوع، فيقول مثلا ما تصلوش في مسجد ورا الامام مكروه، لو انت ما بتحبش الامام ده ما تصليش وراه، لان انت هتفضل واقف طول الصلاه مستني له غلطه مش طايقه، هتبقى مبسوط لما يغلط، فهتبقى نفسيا مش مستريح. فكذلك انا عايزك تروح مكان تستشعر فيه بقى فكره الاخره والدار الاخره والحساب وكذا، فانت بدل ما تقعد المشاعر دي هي اللي تهتم بيها، انت قاعد متضايق اصلا، متضايق من الريحه ومن الشكل ومن المنظر، فروحت خالص شلت الروحانيات دي كلها من عندك وبقيت قاعد عايز تقوم تمشي اصلا، ولا بتفكر بقى لا في دنيا ولا في اخره ولا في اي حاجه، انت كل شاغل بالك المكان السيء اللي انت فيه والريحه السيئه وكل حاجه. حتى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ابالي اقضيت حاجتي في السوق ام في القبور، انا حاسس الاتنين زي بعض، هنا باذي الناس هنا باذي الناس، هنا ما بستترش من الناس هنا ما بستترش من الناس، نفس الفعل نفس الفعل هنا هو الفعل هنا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفعل ده، انت هنا بتأذي الناس وهنا برضو للأسف بتأذي الناس في الوضعين. بالإضافة بقى ان المكان بيبقى فيه نوع من الحرمة انت بتحترمهاش بقى، يعني واحد مثلا تخيل لو واحد جه يعني قضى حاجته على بيتك، نزلت قدام البيت لقيت واحد بيعمل كده، فبالك بقى لو لقيت المشهد ده على قبر ابوك، تشوف بقى قد ايه يعني جرح المشاعر عامل ازاي، ان تحس ان حد مش محترم حاجة زي دي، مش مقدر ان انا والدي مدفون هنا وانا حزين عليه وانا كذا وكذا، وشو بيعمل الفعل ده على الرغم ان انا والدي دلوقتي مش حاجه، والدي دلوقتي شويه تراب، بس حاجه نفسيه كده ان انا لسه متاثر ان انا دفنت ابويا في المكان ده، فالمكان ده بالنسبه لي كده له مكانه عندي على الرغم ان هو شويه طوب وشويه رمل، بس يبقى له مكانه عندي. زي طبعا مع فارق التشبيه زي مثلا اللي بيروح يزور النبي صلى الله عليه وسلم في الروضه، هو بالنسبه له هو شايف مكانه مكان مقفول، مش شايف حاجة قدام، مش شايف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مكان موجود، ولكن المكان كده له روحانيات في قلبه، لأنه يعني مربوط جواه كده إن هنا في شخص اسمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جواه حب للنبي عليه الصلاة والسلام ده، فهو مجرد رؤيته للمكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ده، الرؤية دي بحد ذاتها لها ثمن جواه، لها إحساس جواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعة الموضوع ده له ثمن، له قيمة، ما تستهونوش بحاجة زي دي. طيب
عندنا دلوقتي بنسأل حكم قضاء الحاجة في الماء الجاري والماء الراكد، ايه حكم ده وحكم ده؟ يعني الماء الراكد انا كده طب هو يعني معلش انا الأول شخصيا قبل ما نقول، هو يعني ايه ماء جاري ويعني ايه ماء راكد؟ ماء جاري. الماء الراكد الجاري مثلا في حد غير يتكلم لو كده؟ لا حبيبتي اتفضلي، خلاص انا بحاول اجتهد اصلا معاك بسمعك. لا اتفضلي طيب اتفضلي، ما احنا والله عايزين كله يسع، احنا هو احنا يعني الماء اللي الجاري حصل نهر حصل. بحر، مية طالعة من مصب ونازلة كده زي شلال، ده ماء جاري. مية من حنفية ونازلة كده، ده ماء جاري. المية الراكدة مثلا اللي هو حفرة وفيها شوية مية، ترعة صغيرة كده، المية مش جارية فيها، مش داخلها ولا خارجة منها، فخلاص أصبحت مية راكدة. مية في طبق ومش داخله أي مية تانية وبقالها فترة كبيرة، فدي مية راكدة. تمام، طيب ايه حكم بقى قضايا الحاجة في دي وفي دي؟ بيتهيألي الاتنين حرام. يعني المية الجارية يعني أنا كده الشخص ده بوظها، أو هي طبعا المية هتجري فهي هتطهرها، بس يعني مش عارف. إنما المية الراكدة أنا من وجهة نظري هتبقى محرمة، هي أساسا مش جارية أو مش متجددة، فهي باظت ككل، تمام، هي ما بتتجددش، هي هادية وساكنة في مكانها، فمفيش حاجة جددتها غيرتها، اعتقد هتبقى محرمة. الجارية ممكن يعني اللي هو يعني، بس هو فعل في الاول وفي الاخر مشين، يعني المفروض الانسان لا يعني لا انا ما ينأى عن بتكلمش الحاجة دي. على شكل الفعل، احنا بنتكلم على الحكم الشرعي، ماليش دعوه دلوقتي بشكله، طبعا شكله ممكن ما حدش يختلف ان هو حاجه سيئه يعني دي باجماع الكل، ولكن احنا الراكدة، بنتكلم دلوقتي على الراكدة الحكم بتاعه. محرمة، الجارية ما عنديش يعني حاجة جازمة ليها. طيب مين عنده اضافه؟ طب اتفضل يا شيخ محمد. شيخ محمد حضرتك موجود؟ شيخ محمد هو مفيش خلاف طبعا ان الماء الراكد طبعا غير جائز قضاء الحاجة فيه، ده خلاص ده موضوع منتهي. طيب ليه غير جائز؟ لان الماء لما بيفضل زي ما هو متحركش بيفضل كل حاجة بتنزل فيه زي السموم، ما هي قضاء الحاجة اللي بينزل ده نوع من السموم، عشان كده حتى محرم ان احنا نشربه او ايا كان زي كده، فبيزيد الوضع اللي هو فيه. عندي حاجة مقفولة كده زي الأستاذة بسمة قالت، هي حاجز فيه شوية مية، فالمية دي مثلا لو فرضنا إن هي 10 متر مكعب مية، فال10 متر مكعب دول عشان هي مياه راكدة فيها مثلا متر مكعب فاز، فأنا خليت المتر ده بقى متر وربع متر ونص، فأنا بعمل إيه؟ أنا عمال أزود الفاسد والمياه السليمة أو الصالحة عمالة تقل، فبالتالي احنا بتكون النتيجة بنتكلم الفساد بيزيد، فنقوله لأ خلاص ما تاخدش حاجتك هنا لأن أنت بتزود الفساد بتاع المياه دي. إنما المياه الجارية لأ بنقوله مفيش فيها مشكلة، لأن المياه مع جريانها ده بتتغير، فكمية الفساد اللي بينزل لها ده من قضاء الحاجة بيمشي مع المياه، فبيكون الجزء المياه اللي باقي ده بقى كويس، لأن المياه التانية النظيفة بالمش نظيفة مشيوا في طريقهم، فاللي بعد ما مشيوا بقى الجزء اللي موجود ده طاهر، وبعد كده جه حد قضى حاجته فالمياه خدته ومشي، وهكذا 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 وهكذا. فطول ما المياه جارية خلاص بنقول مفيش مشكلة، ولكن مش معنى كده طبعا احنا بنشجع حد على حاجة زي دي لا طبعا، ولكن احنا بنتكلم على فكرة حكم شرعي. ايه الحكم الشرعي في المسألة؟ لا الحكم الشرعي بيقول طالما المياه جارية وخلاص مفيش مشكلة، ولكن طبعا مقصود بالمياه ان هي تكون مياه يعني نهر على الاقل، مش حاجه بسيطه يعني. طيب بعد كده بنتكلم على حكم قضاء الحاجه في المسجد، ايه يكون حكمه؟
لا يجوز. ليه طيب؟ مكان عبادة. جميل، أحسنت. يعني إحنا الأول ما حاجة قلناها، قلنا لا يجوز قضاء الحاجة في اتجاه القبلة، مجرد بس أنت تكون في اتجاهها، فبالك بقى أنت جوه المسجد نفسه. يعني إذا كنا قلنا يا جماعة إحنا مش عايزين حد يقطع حاجته في الاتجاه بتاع الجامع، فبال بقى اللي جوه الجامع نفسه، يبقى بالتالي اللي جوه الجامع لا طبعا ما ينفعش بنسبة 1000000%. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الموقف الشهير إن أحد الأعراب قضى حاجته في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الشهير إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة بس. المسجد ده اتعمل عشان كده، ما تعملش القضاء الحاجة ولا كل الأمور دي، هو معمول عشان الناس تقعد هنا تذكر ربنا، تصلي، تسبح، تستغفر، هو الجامع دوره عشان كده. طيب بنتكلم بعد كده عن فكرة الاستنجاء، فبنقول ايه حكم الاستنجاء بالطعام؟ بالإيه؟ الطعام لا يجوز طبعا، ليه؟ لان هي شيء طاهر. احنا الطعام يعني نعمة من رب العالمين، انما الاستنجاء يكون بورقة او منديل او حجر زي ما الرسول قال. تمام. طيب إيه؟ طب الاستنجاء بروث البهائم او العظم بتاعه لا يجوز، لأن طبعا كده العظم انا جاوبت. أكل لا يجوز. الجان. جميل، احسنتي. طب والروث؟ إزاي هنطهر حاجة بنجاسة أساسا؟ لا ما شاء يجوز الله، ايضا. جميل، الله يفتح عليك. طيب إيه؟ طيب عايزين نعرف بقى ايه حكم الكلام اثناء قضاء الحاجة، مكروه. ليه طيب؟ لأنه ليس موضوع، يعني من باب أولى، هو ليس موضوع للذكر، وليس موضوع هو موضوع للنجاسة، أو من باب أولى يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. والكلام يعني أقل من الذكر، فمن باب أولى لا يجوز. تمام. طيب لو واحد رأى مثلا واحد كفيف هيقع في المية، أو شاب على الطريق هيتخبط، يتكلم ولا ما يتكلمش؟ لا بأس إن شاء الله، يعني هي ليست هي لا تصل إلى درجة الحرمانية، ولكن هي مكروه، مكروه يعني في الحديث. الوضع ده يتكلم عادي؟ نعم، ليه؟ إذا رأى ضرورة لذلك. طب ليه طيب؟ نعم، ليه؟ لأن هناك ضرورة لذلك، لأنه يعني قد يحدث مفسدة أو يحدث ضرر إذا لم، جميل، لأنه سيترتب عليه ضرر أكبر من يعني الشيء الذي يريد أن يفعله. يعني هو لا يريد أن يتكلم، ولكن إذا صمت سيحدث ضرر أكبر، فمن باب أحسنت أولى أن يمنع الضرر الأكبر. أحسنت، الله يفتح عليك. طيب ايه حكم قضاء الحاجة لو اتجاه الريح في اتجاه اللي بياخد الحاجة او عكس اتجاهه؟ يعني من باب أولى أنه يقضي حاجته في عكس اتجاه الريح حتى لا يصيبه شيء من النجاسة، والله أعلم. يعني طيب ايه رأيك شيخ محمد؟ هو طبعا لعدم ارتداد البول، لعدم ارتداد البول على الشخص كما قال الأخ، يعني لأن هذا قد يؤدي إلى إيه؟ اللي هو تطاير البول أو شيء، فينجس الثوب دون أن يعلم، فتفسد عبادته أو تفسد كذا أو أشياء كثيرة. تمام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في مصادر الريح، مصادرها يعني إن أنت تيجي قصادها كده وتتبول، فده قد يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني. تمام. طيب ونقطة الروث، الروث بالنسبة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العظام طعام الجن، طعام إخوانكم من الجن، وأما تمام الروث فطعام دوابهم، طعام تمام دوابهم.
طيب بالنسبة لمسألة الريح، فهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمرين، إن الواحد ياخد الحاجة في اتجاه الريح أو إما يكون الريح في اتجاه هو. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن لو الريح في اتجاه الشخص فممكن البول يرتد عليه هو، يعني هو يتبول وبعدين الهواء يعكس المياه اللي هو تبولها تيجي فيه هو، والعكس ولو بيتبول في اتجاه الهواء ممكن الهواء ده يخلي البول يصيب الناس. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان واحد يتبول في الاتجاهين، يا الاتجاه ده يا الاتجاه ده. ولكن زي ما قلنا في موضوع الصلاة، يشرق او يغرب بحيث الهواء ما يصيبش البول ده بحاجة، فيبقى لا الاتجاه ده ولا عكسه. تمام. طيب بنسأل ايه حكم استصحاب اي شيء يكون فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في المكان اللي بنقضي فيه الحاجة؟ يعني واحد راح يقضي الحاجة معاه مصحف، معاه كتاب أذكار، معاه كتاب فقه، عقيدة، حديث، أيا كان، ده حكمه إيه؟ محرم يعني، محرم دي حاجة ليها يعني عظمتها، واسم الله أعظم من إننا نذكره في موضع زي ده أو كتاب الله. طيب لو هو مثلا في المسجد وهيدخل الحمام مثلا، والكتاب لو سابه هيتسرق أو حاجة زي كده، يعمل إيه؟ أعتقد برضه حرام يعني، المصحف حرام يدخل المكان ده. جوز ذلك أهل العلم بشرط أن يحفظه في جراب، بمعنى أنه لا يظهره في الخلاء، الله أعلم. طيب إيه رأيك أنا أعرف إنه يحرم ظاهر أو خفي، لأنه كلام الله أشرف من إنه يدخل مكان فيه قضاء حاجة، يعني لا طيب ظاهر ولا خفي، يعني لا مستتر إن إحنا مخبيينه في حاجة ولا ظاهر. ما انا بقول لحضرتك، افترضي مثلا ان ده طالب في كلية شريعة مثلا في الازهر، فده الكتاب بتاعه، فالكتاب هيتسرق، كتاب عادي يعمل ولا ايه؟ طيب مصحف حضرتك تقصد؟ احنا بنتكلم على اي حاجة فيها ذكر الله عز وجل، فعندنا كتاب مثلا من كتب التفسير مثلا عندهم فيها ايات من القرآن الكريم، يعني مش شرط مصحف كمصحف، ولكن حاجة فيها قرآن كريم. قول يا شيخ الله يبارك. ما هو كتب التفسير دي فيها آيات وفيها طبعا أحاديث وفيها كل حاجة، فهو طالب في الجامعة وده الكتاب بتاع الجامعة بتاعه. هو اللي انا أكيد اعرفه طبعا. او اللي انا قرأته، ان لو حاجة فيها آيات قرآن او حاجات بسيطة، انه لو خلاص انت اتحطيت في الوضع ده فهو يجوز، يعني لو لضرورة يجوز، انما لو مصحف يحرم لانه اهان الكلام الله. طيب انت ايه رايك يا محمد؟ انا معاك، معاه في ايه؟ معاك في اللي هتقول. هو يروح يحط الشنطة بتاعته كلها جنب الشيخ اللي هيصلي بيهم لحد ما يتوضى ويطلع. لا مش شرط، اصل في مساجد كبيره مثلا في القاهره المسجد بيكون فيه الاف، فمحدش عارف حاجه، محدش عارف حد، مفيش حد اصلا تسيبي جنبه حاجه، لان في 100 واحد داخل و50 واحد خارج، يعني مثلا زي مسجد السيدة عائشة، زي الحسين، زي الازهر وغيره وغيره من الجوامع دي، يعني ما تقدرش تقول واحد مثلا خلي الشنطة دي جنبك، ما فيش، مستحيل يعني. نعمل ايه استاذ خالد بيقول لا يجوز؟ ماشي، ما قلناش حاجة لا يجوز. طب ايه الحل؟ انا دلوقتي معايا الكتاب بتاع الكليه، والكتاب ده عليه اعمال سنه وبذاكر منه كل حاجه، فالكتاب ده هيتسرق، اعمل ايه؟ أجاز بعض أهل العلم نعمل ايه؟ أجاز بعض أهل العلم بشرط أن يعني أن يكون في جراب أو أن يكون غير ظاهر، الله أعلم يعني. وهذه فتوى يعني قرأتها حديثا، لكن في أصول الفقه لم أقرأها صراحة، يعني فتوى حديثة. طيب أنت إيه رأيك يا شيخ محمد؟ أنا مستني الإجابة. يعني الموضوع ده يبقى فيه كلام اللي هو للضرورة، يعني ضرورة قصوى مش هيقدر يعمل حاجة. الروم مسجلة؟ مسافة طويلة. انا قصدي اسجلها عشان الناس تستفيد، يعني لو حد حابب يرجع لها بعد كده كده يعني. ماشي.
ما انت مش شايف ان انا بحترم الناس من اول الروم؟ ايوه دي يا شيخ حقيقة، اتفضل. دي حقيقة. احسن الله. يا شيخ محمد يلا قول. انا معاك، انا اقول قول اجب يا شيخ عشان الصوت ما يترددش كتير، بيتردد لا لا عندي بال... انا سامعك كويس بس ما تشغلش بالك. هو العلماء، العلماء في قول المصحف، المصحف اولا لا يجوز، ده متفق عندهم اصلا، لا يجوز الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل من القرآن. اما باقي الاشياء فهنا إذا كانت الضرورة وليست الحاجة، لأن فارق ما بين الضرورة اللي هي فيها هلكة، الهلكة يعني الكتاب يروح أو ده شيء، فأجاز بعض أهل العلم ذلك في حالة الضرورة فقط. أما لو كان يستطيع مثلا يضعه إلى شخص أو يستأمنه شخص آخر صديق، أو هناك أماكن يستطيع وضعها فيه بدون أن يسرق أو شيء، فلا بأس بذلك. لكن هم اتفقوا على عدم جواز دخول الخلاء بالقرآن اللي هو المصحف. طب بالنسبة طيب إذا للمصحف اللي في الموبايل يا شيخ محمد، ياخد نفس الحكم؟ هنا اختلفوا، ولكن قالوا هذا كشيء يعني إنك تغلقه زي ما بنقول باور، ولا يفتح في حالة ولا بـ 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 اللي هو اللي بتسموه الإيه، الاتصال اللي بيبقى فيه رنة فيها ذكر الله أو فيها كذا أو كذا، ولكن يغلق تماما، لأن ده شيء ليس من باب الورقيات أو من باب كذا، هو مصحف مسموع ولكن بتغلقه خلاص كأنه مش موجود، كأنه تمام قطعة حديد. تمام استاذ خالد كنت بتقول حاجه؟ اتفضل. لا انا ممكن في حضرتك السنة يا شيخ، إن زي ما قلت لك على ما أذكر يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا خاتم النبوة اللي هو إيه، ختم الختم بتاعه، كان مكتوب عليه محمد رسول الله. فكان إذا دخل الخلاء جعل وجهه إلى إيه، إلى كفه، اللي هو ما يبقاش عالي فوق، وبعدين إلى بطن كفه وهكذا. تمام. طيب ليه يا شيخ محمد؟ أنا اتفضل. أسفة يا عبد الرحمن، يعني إيه يا شيخ محمد يبقى وجهه الباطن كفه؟ وفين يعني كان مثلا فين حد خاتم النبوة؟ إيه المقصود يعني؟ الخاتم النبي لما قالوا يا رسول الله الملوك لا يقبلون رسائل إلا بإيه، بختم، معايا؟ إنك تمضي عليها. أيوه تمام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا نفعل؟ قالوا نتخذ خاتما، اللي هو خاتم اللي بيتحط في الإيد، خاتم أيوة فضة، تمام فاهم. فكان مكتوب عليه من الأعلى محمد رسول الله. خلاص، طيب الواجهة دي اللي احنا بنقول فيها الفص، عارفاها أيوة الفص ده مكتوب عليه محمد رسول الله، فكان يلف الواجهة دي ويضعها فين، في بطن كف تحت صوابعه، فاهم؟ أيوة بيستره. جزاك الله خيرا، فهمت. شكرا ايوه شكرا يا احسن سيدنا. الله. طيب طب يا استاذ، يا باشمهندس محمد، يا استاذ عبد الرحمن، طب لو مثلا لو الكتاب في شنطة او في جراب يجوز يدخل بيه الحمام؟ ما هي دي الحالة الوحيدة اللي عجزها العلماء في العصر الحالي، إنه يكون غير ظاهر، أن يكون مستتر، يعني في جراب أو في شيء لا يظهره يعني، هي والله دي في أعلم. الضرورة يا شيخنا، في الضرورة. أه في يعني أنت الضرورة يعني، يعني في معاك الضرورة. الكتاب في حقيبة، طب أنت داخل أنت وزميلك، يعني أنا وأخونا عبد الرحمن داخلين مثلا مكان في المسجد، حمام الخلاء، هو جاي يوصلني أو جاي يمشي، جاي يتوضأ ومش هيدخل الخلاء، فهنا ده صديقي، ممكن يبقى مفيش هنا ضرورة إن أنا آخد خد الحقيبة دي معاك وإيه وادخل الحمام، ادخل الخلاء، اخلص اطلع، يبقى ده. طيب لو انا لوحدي بقى، وزي ما بيقول لك خايف من السرقه وخايف من الضياع وخايف من كذا، اجاز اهل العلم ان يكون مثلا مستتر، وحتى زي ما قلنا نغمه التليفون نفسها بخلاف الكتاب كمان ان هي ما تكونش مفتوحه،
ولا الهاتف يكون معرض ان هو يتكلم فيه معي، بخلاف الناس الوقت اللي داخل قاعد في الحمام على طول مش عارف ليه. ده انا بشوف ناس بتاخد كوبايه فنجان القهوه والتليفون حاجة والسيجار. ربنا يعافينا. طيب طب واللي بيشرب فنجان قهوه؟ والله قرف والله العظيم. والله يعني انا شفت واحد داخل في الشغل عندنا بالفنجان القهوه والسجاير. يا عم الناس تروح تقعد في حته مكيفه ونظيفه وبتاع، ايه القرف ده يا عم؟ طب هو اصلا ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاطاله في مكان قضاء الحاجه؟ الاطاله يعني طول الوقت يعني. بالظبط. والله الجن يعني مش ناقصنا. لا هو اكيد في سبب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصر عشانه. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا لما بنخرج من الحمام بنقول ايه؟ غفرانك. طب ليه بنقول غفرانك؟ لا ما اعتقد عشان ده يعني متعلق، ده متعلق بالطول. هو ببساطة احنا بنقول غفرانك لان احنا بنستغفر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بقالنا فترة ما ذكرناش ربنا سبحانه وتعالى، لان ما ينفعش نذكر ربنا سبحانه وتعالى في الخلاء. فعشان كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهى الناس ما تقعدوش فترة طويلة ما تذكروش ربنا، فطول ما انتوا في الخلاء ده مش هتذكروا ربنا. فعشان كده ايه، ما تاخدوش حاجة مسلية ان واحد يقعد في الحمام مثلا نص ساعة، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، لانه طول ما هو في الحمام هو اللي هيقرأ قرآن ولا هيستغفر ولا هيسبح ولا هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا هيعمل اي حاجة. فعشان كده أمال اول ده ما نطلع من مجهود. الحمام بنستغفر ربنا ان احنا بقالنا فترة مقصرين في العبادة. طيب بنسأل بقى دلوقتي ايه حكم اللي بيتبول في مكان الاستحمام، يعني الحتة اللي هو بيستحمى فيها بيتبول فيها، ده حكمها ايه؟ انا قريت مره ان هو لا يجوز، ليه طيب؟ مش هو للضرورة يجوز، لأن الحمام نفسه هو اللي بيبقى فيه أعين للجن أو مكان للجن وتواجده، فسمعت إن هو يستطر أو نغطي الغطاء بتاعه، لأن لو مفيش مكان تاني إن هو يبقى فيه مكان للاستحمام ومكان تاني لقضاء الحاجة. طيب مين تاني يقول لي كان ايه السبب؟ هي المسألة فيها تفصيل يعني، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عهد الصحابة كان بيقتل الحاجة في الخلاء، وكان مكان يعني الاغتسال كان في المنزل، فلم يكن في البيوت مكان مكان خاص. للاستحمام، مكان خاص. فهي والله أعلم يعني، حتى ما أتذكر على رأيين. الرأي الأول أنه يعني أجاز ذلك في حالة مثلا أحيانا يعني البرد الشديد مثلا، أو الخوف من الهلكة مثلا في الليل أو كده مثلا، وأن يعني يريق عليه سجلا من الماء ويطهره بالماء يعني ويغتسل فيما بعد، ويعني ما بين مكروه وما بين غير جائز، الله أعلم. تمام. أعتقد لو في ماء راكد زي بانيو أو حاجة زي كده هو هيبقى لا يجوز، إنما لو في ماء جاري ممكن لا جواز ما هو إن مش هو هيستحمى في المجاري يعني، مقرا كده يعني، مش بقول يعني تمام. لا هيستحمى في مقرا كده راكد ليه يعني؟ راكد إحنا يعني زي كنا حمام فين؟ سباحة مية واقفة يا شيخ. يا عم الشيخ حمام سباحة ايه يا عم الشيخ، الله يصلح. ده احنا بنفتح العنفية بالعافية، يقول لي حمام سباحة. سيبوكم من أحلام البسطاء دي. شيخ عبد الرحمن خير؟ يبقى مسجلة. طيب ماشي، الحمام سباحة، ما احنا بقالنا نص ساعة نتكلم على مية المجاري ومش عارف ايه، ودي بتقول حمام سباحة. ما قلتش حمام سباحة شيخ محمد ذكر حمام سباحة ذكرت يا شيخ، هي ايه؟ بتقول الماء الراكد، انا بتكلم ان الماء الراكد ده ممكن يبقى حفرة كبيرة، ممكن يبقى زي حمام السباحة، يبقى زي هي بتتكلم على الموضوع. حمام طيب السباحة. ذكرت موضوع
نهي النبي صلى الله عليه وسلم في التبول في أماكن الشقوق والأماكن لا الخرابات لا لا لا، ما لا كان يجوز. يتحمل. هو لا، هو النهي مش للتحريم، ولكن العلة فيها إيه؟ الأذى العلة فيها الأذى. فالنبي قال يعني لا تبول في أماكن وشقوق، لأن قد يكون فيها الهوام والجن فتؤذى بها. مكان مثلا مش مضمون، مكان فيه بعض الأشياء المكسرة في أرض المكان، أو قد يتأتى منه الجن والهوام، اللي هي الأشياء زي الثعابين، زي الأشياء دي. فالنبي نهى عن ذلك. تمام. طيب طب أنا أعتقد إن الشيخ عبد الرحمن حددها وقال في مكان الاستحمام، صحيح؟ في الحمام أهو. لا، هو قال في مكان الاستحمام غير في الحمام، هي تفرق. لا، مكان الحمام دلوقتي عندنا في البلاد أصبح مكان الحمام في مكان قضاء الحاجة، ومكان الدش اللي أنت بتغتسل تحتيه، ايوه، هو انا معايا؟ في تقريبا نفس الاتجاه وفي نفس اللي المكان. فهمته، اللي فهمته في السؤال يعني، اللي هو مثلا في اثناء الاستحمام او ايا كان، آه، في صحيح أثناء ولا؟ الاستحمام هو لا بأس به، لأن الماء جاري. بالظبط، واحد انا مش واحد شايف مش فا التعارض. واحد مش فاضي يقعد هيسأل لو طلع من تحت الدش. يلا الله يهديك. طيب، بنتكلم بقى على الشخص اللي هيدخل عشان يقضي حاجته ويتطهر منها في الخلاء، يعني ايه هي الامور المستحبة ان هو يعملها؟ يعني كل واحد كده يقول لي حاجة ممكن يفتكرها. يعني يعني مثلا انه يقضي حاجته جالسا. جميل، تمام. هو بيقول قبل ما يدخل هو المفروض يدخل يقدم اليسرى جميل، ويقول الدعاء. نعم، ايه الدعاء اللي بيقوله؟ اللهم إنا نعوذ بك من الخبث يا الخبائث. جميل، تمام. طيب يعمل ايه كمان؟ انه يستتر من أعين الناس. جميل، انه تمام، يستنجي بشماله ولا يستنجي بيمينه. أحسنت، تمام. طيب، كم ألا يتكشف قبل موطن الجلوس. يا سيدي يا سيدي يا عم الشيخ؟ وأن يسمي الله قبل أن يتكشف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. أحسنت، ما هو ده متصل بالحديث بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تمام. وإن كان في الخلاء يوري التراب على مكان الحدث، والله أعلم يعني. استقبال القبلة واستدبارها. جميل، أحسنت. عدم استقبالها وعدم استدبارها، يعني عدم مش استقبالها. طيب، أحسنت، الله يفتح عليكم. طيب، ناخد معانا آخر باب بس قبل باب ذكرت الوضوء، الكلام يا شيخ، اللي هو كلام إيه؟ يعني الكلام في الخلاء والشخص بيقضي خلاء ويقضي حاجة. إحنا إتكلمنا عليه، إن هو ما يتكلمش خالص. ماشي، ما كنتش طيب، موجود معك. بنتكلم عن حاجة اسمها خصال الفطرة. هو أصلا يعني إيه كلمة خصال الفطرة دي؟ الكلمة دي في حد ذاتها معناها ايه؟ الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، فطرة الله التي فطرنا عليها عشان نكون في حال أطهر وأنظف وأحسن. بمعنى برضو خصال جاية من العادات أو الأفعال، عادات أو أفعال اعتاد صاحب الفطرة السليمة أن يفعلها. تمام، يبقى هنا المقصود إن الأفعال دي إن كل البشر بتعملها، يعني كل الناس بتعملها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها ببعض العبادات عشان تكون خاصة بالمسلمين. يعني الطبيعي مثلا المسلمين كلهم، مثلا الناس كلها بتحاول تطهر فمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يطهروه عند القرآن بحيث يربط لك الفعل ده بعبادة. طيب، قلنا أول حاجة السواك.
مين يقول لي الأوقات المستحب فيها إن الشخص يتسوق؟ وإيه الحكمة من كل وقت؟ هو في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يشوف أن يجعله في كل وقت، قال لولا أنا تمام قاعد أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا كان إيه؟ صح؟ جميل تمام، ولكن في بعض الأوقات كده النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها. عند كل صلاة طيب ليه؟ مطهرة لأنه الفم ومرضاة للرب، جميل إن أحسنت. طب ليه إحنا عايزين نطهر الفم في وقت كان في الصلاة؟ الحديث كان في الحديث أن الملائكة تأخذ القرآن من فم العبد. جميل، طيب إحنا ليه عايزين نطهر الفم في الصلاة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك معكم يعني؟ اتفضل. صباح الخير. اتفضل. طبعا أوقات السواك المعروفة للجميع، طبعا هو للرجال والنساء يعني مش للرجال فقط، تمام طبعا عند الصلاة وعند الوضوء وعند الدخول في الصلاة وعند دخول المنزل وعند تغيير الفم، طبعا عند القيام بالأذكار وكذا. طيب انا عايز حضرتك تقولي كل وقت من الاوقات دي ايه الحكمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوقت ده تعملوا كده. طبعا الحكمة هو تطهير الفم، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعني في وقت الصلاه حتى لا يتأذى منه المسلمون ولا تتأذى الملائكه، لان الملائكه يعني أحسنت احيانا تتأذى ببعض الروائح، والله اعلم. جميل، إن أنا بصلي وسط الناس، فلو ريحة فمي مش كويسة الناس هتتأذى من حواليا، يبقى أنا لما أجي أيضا أبص. اتفضلي. حديث طبعا رواه الإمام أحمد، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأيضا ابن حبان الذكر والنسائي. طبعا السواك في الأوقات مثل عند الوضوء مثل ما ذكرت، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الأخوة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. تمام. طيب أنت تبغى ليش يعني الأفضلية؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم حدد الاوقات دي بالذات؟ طبعا هي عشان الصلوات وتطهير الفم، لأن الصلاة دائما يعني في الصلاة الإنسان يجلس جنب أخيه المسلم، يجب أن يكون فمه له رائحة يعني. والسواك ثبت أنه يعني تقوية للأسنان، ويعني له فوائد. تمام احسنت، الله يرضى عليك. الله يسلمك. طيب بالنسبة ضمن سنن الفطرة هو قص الشارب، ايه اللي لو حد يديني كده فكرة ايه موضوع قص الشارب ده؟ بنقصه ليه؟ بنقصه ازاي؟ الأحسن نقصه ما نقصوش؟ ايه المعلومات اللي عند كل واحد عن للرجالة الموضوع ده؟ ولا الكل؟ للرجالة ولا والله في ناس طريقة يا عم الشيخ، والله بقول عليهم رجال. ماشي. هو يعني أولا هذا يدخل طبعا في باب إطلاق اللحى وقص لا الشارب لا لا، احنا والمرمى. هنا بنتكلم دلوقتي على بس خصال الفطرة، ما جيناش خالص ناحية اللحية ولا لا أي حاجة. نعم، حكم إن شاء الله. هو طبعا لأنه بيكون عرضة لتجمع بقايا الطعام والميكروبات والقذرات، وأحيانا يعني كما ذكر بعض أهل العلم قد يمر عليه مثلا بعض الحشرات أو بعض الميكروبات أو هكذا، فيسبب أمراض ويسبب ضرر للإنسان يعني. فالفائدة من حلقه هي أكبر من فائدة تربيته، والله أعلم. طيب انا لو هحلقه ايه اللي يجوز ليا في الحلق؟ يعني احلقه ازاي؟ بيتم حفو اللي هو بيبقى مخصوص لغاية فوق الشفايف بشوية جميل للتجمل والنظافة، جميل وسمعت ان هو يقال ان هو كان الكفار كان بيربوا الشارب بشكل كبير، فهو مخالفة للكفار. أحسنت، الله يفتح عليك. وأيضا ممكن حلقه يعني حلق الشارب يعني، تمام طبعا هو فوائد. طبعا الشارب طبعا هو قصه إيثاب فاعله ويؤثم من يتركه. قص الشارب نظافة وجمال، وأيضا قص الشارب هو قائم الأمراض، لا لا، وأيضا هو مش يأسب من لما يحلقه، لا 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 ما يأسمش ولا حاجة. هو لا لا لا، من يتركه يعني يأثم من يتركه يعني لا لا ما بيتطوع يأسمش ولا حاجة. لا مين اللي قال يأسم؟ لا لا ما يأسمش ولا حاجة. يا أختي بص حضرتك، ربنا يبارك فيك، كان النبي يقص شاربه ويحلقه وكان يسبله
يسبله يعني يعمل له أطراف طويلة معي، بس إيه من غير ما تنزل الأطراف إلى الأطراف اللي على الشفاه إلى الفم معي، لأن ده هناك بعض العلماء يقولون طيب إنه هو مش بيشكل مشكلة مكروه في انه الشفاه. يسيبه كده مرة طويل؟ لا لا مش مكروه طالما ان هو يعني منتظم ولا بأس. عشان القذارة يعني. لا لا دي علة تانية خالص بعيد. كان يسبل شاربه، يسبله يعني ايه؟ يعني عارفة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا بنقول في المثل المصري شارب ممكن يقف عليه الصقر. يعني مثلا انا بدي المثال عشان التوضيح بس والله، اللي هو نازل من الشفتين لكن ليس داخلا الى الفم ولا معمول اللي هو الدوجلاس اللي احنا بيسموه دلوقتي، لا هو ماشي اتجاه واحد معي، لا بأس به. تمام. طيب عندنا حاجة اسمها نتف الإبط، يعني إيه نتف الإبط؟ يعني إزالة الشعر من منطقة الإبط، نزيله إزاي؟ يعني هو قديما كان يتم نتفه، يعني اللي هو جذب الشعر حتى يعني بطريقة سريعة حتى يعني يخرج الشعر. وحاليا يعني جاوز العلماء أن استخدام بعض الماكينات الكهربائية وخلافه، يعني تمام. هذه من طيب طب وتقليم الأظافر؟ فاحنا عايزين نسأل سؤال بعدها بقى. تقليم انت عارف الأظافر تقليم الأظافر معروف، واحد بيقص ظافر. يعني تمام. قصها طيب ده الحد اللي اعتدى. عايزين بقى نسأل سؤال، نقص الحاجات دي امتى؟ يعني كل قد ايه، ولا نعمل ايه، ولا ما نعملش، ولا حكمها ايه؟ قص الأظافر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سنن يوم الجمعة، وغالبا يعني أنه يكون قبل الصلاة، من سنن الغسل قص الأظافر إلى آخره. أما عن نتف الإبط فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل 40 يوم، والله أعلم. أحسنت، الله يفتح عليك. يبقى احنا عندنا حد أقصى في الأمور دي هي 40 يوم، ما ينفعش تزيد أكتر من 40 يوم، واربعين يوم ده احنا بنتكلم في آخر حاجة، يعني المفروض الإنسان المسلم يكون دايما بيحب الطهارة، فما يوصلش أصلا 40 يوم. تمام. طيب إيه حكم استخدام السواك للصائم؟ حكم استخدام السواك للصائم فذكر أنا إيه؟ اتفضل يا شيخ محمد نتعلم من حضرتك. لا لا أنا بقول اتفضلي قولي، يعني أنا عارف والله ربنا لا أنا بقول نتعلم من حضرتك، ما أقصدش حاجة والله، أنا لا 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 ما احنا نتعلم، انت أنا لسه بتقولي بحاول واحنا أفهم بنعلق مش على أكتر. كلامك. لا والله الله لا لا يسعدك انا مش بعلق على كلامك، انا بقول لك جاوبي جاوبي قولي اللي عندك. الله يحفظك. اللي انا اعرفه ان هو ما يفطرش ويجوز عادي، ما اعرفش بقى نتعلم من حضرتك الصح. طب ليه مش هو السواك ده بيخلي فيه لعاب ينزل، وهيبقى اللعاب ده فيه الطعم بتاع السواك، واللعاب ده هينزل في الجسد؟ يعني السواك له ريحة كده. هو الأصل، اتفضل. لا انا بقول اتفضل. هو الأصل أنه أو يعني من المستحب أنه لا يتسوك في الصيام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر بعض أهل العلم لخليفة فم الصائم أفضل عند الله تعالى من ريح المسك أو من قيد المسك، والله أعلم. وجوزه يعني بعض العلماء جازوه، هو في الأساس يعني جائز، ولكن المستحب أنه لا نتسوق عند الصيام، يعني والله أعلم. بس مفيش حديث عن الرسول نهى عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بس ما نهاش عنه، في الصيام فمعرفش بقى هو ليه حرام. لا لا، لم يح... ليس لا ليس محرم، ولكن مستحب. هو مستحب هو في بعض حال أهل الصيام العلم يا فقط. جماعة زي ما قال أخونا كده، من حتى مش فاكر بقى هل الشافعية ولا المالكية، قالوا إيه بعدم جواز
التسوق أثناء نهار رمضان بالعلة اللي ذكرها أخونا اللي هي إيه؟ لخلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك، فقال لك ده هيذهب بالخلوف هذا، ولكن طبعا خلاف ذلك إن النبي أمر بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، عند دخول البيت، في ولم يحدد نهار أو رمضان أو غير ذلك أو، فالأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة لا بأس به. طيب النقطة اللي الشيخ كان بيتكلم فيها، حد عنده معلومة اللي هي مثلا أوقات بيبقى السواك ريحته كده معطرة؟ هو يعني إن كان لن يخلي الجوف أو إلى الحلق فلا يفطر، إن كان ما ينزل من السواك من زيوت أو ماء لا يدخل الحلق فلا يفطر. هذا الأصل والله أعلم يعني. يا شيخ يا مولانا، قول يا ابني. لا لا مش هو وقت، مش وقت خالص. لا المسألة ما فيش فيها مشكلة، لأن الأصل إن السواك مش من مسائل الطعام ولا الغذاء للجسد ولا أي شيء من الأمور دي، فما بيكونش فيها مشكلة. الحاجة التانية إن ما بيكونش فيها تعمد، إن حضرتك مش بتستاك ومتعمد إن عشان ينزل الجوف الحاجة المعينة دي، لا أنت بتنظف أسنانك عادي زي ما يكون واحد بيعمل أي حاجة في فمه كده فحاجة سقطت، فده ما بيكونش فيه مشكلة على حاجة، لأن مفيش فيه لا غرض الغذاء ولا فيه التعمد، لا ده موجود ولا ده موجود. طيب كان في نقطة الأوقات بالنسبة للسواك يا شيخ، كان دائما النبي إذا قام إلى صلاة الليل اللي هي يعني التهجد أو قام من نومه، وده حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فشاس فمه بالسواك. يعني إيه؟ أنت عارف شاس يعني إيه؟ مش هنستحملها إحنا، بيدعك سنانه بطريقة فظيعة، لدرجة إنه كان يدخل السواك إلى حلقه فيقول أع أع هكذا، ده أثناء الليل. فدي من الأوقات برضو اللي إيه، وزي ما حضرتك قلت كده إن طبعا السواك مرضاة للفم، مرضاة للرب، مطهرة للفم. لذلك النبي لما قال إيه، إني أناجي من لا تناجي، يبقى دايما يبقى الفم ريحته إيه، إنك في ذكر الله، الملائكة تأتي تستمعك، تأتي كذا، تأتي كذا، دائما يعني يكون الأمر إيه؟ تمام ده شيء جميل. تمام طيب احنا كده بفضل الله عز وجل وقفنا على باب الوضوء، ان شاء الله عز وجل بقى نكمل بكرة، وربنا يجزي خير كل واحد شارك، وقبل الناس كلها الشيخ محمد صاحب الفكرة يا عم ربنا الله يجعله يبارك مزحسنات فيك، يا رب، الله يحفظك، الله يحفظك. واسفين ان احنا تعبنا حضراتكم معانا وسهرناكم، طيب واتمنى لو يعني تكونوا استفدتوا معانا في اي حاجه كده، وان شاء الله بكره بقى لو الناس تجهز بقى اسئله في الوضوء، احنا هنبدا ان شاء الله بكره من الوضوء زي ما ربنا ييسرنا في الوقت ان شاء الله. وبشكر الجميع مره تانية، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.